هيدا السيت اب بتصور اكتر شيء كومفورتبل. لا ايه سيجار انا عم بشرب. اخر مره شربت وعيد تاني نهار مجوز بطلتها من وقتها. اذا ما في غيري انا وياك لبنانية اليوم جيت انا وياك. هلا اتفقنا انه الحق على حق على الدولة. منا بصريتنا من الدولة. ما في غيري انا وياك لبنانية. شو يعني الدولة؟ بتجي بتحط ضرايب علي وعليك الدولة. انا وياك الدولة بنحط ضرايب على حالنا. يعني نحن نتحمل الخسارة. سو ما في شيء اسمه الدولة. يعني بيحكوا عن الدولة كانه عم تحكي عن اسرائيل. خيك تنيز جامعة؟ ايه في فرق بالعمر يعني منيح؟ لا شو الحكي سنتين ثلاثة. بدك اسألك شو بينا يا جاد. اليوم في خطة عندهم إياها عم تشتغل وتحبني every day. كل ما يعني نسحب مصاري كل ما واحد يبيع يسكر دين كله هيدا نزلوا من 180-140 مليار دولار. شو هيدا هي شو 40 مليار يعني. 40 مليار دولار بظرف سنة بريساشن. كيف هاي يعني عم بتطفي حالة not to mention 24 وزير. Are you fucking kidding me؟ بتصور بهم الناس تعرف بانك سيدروس من وين اجا؟ لأنه في كتير حكي ببانك سيدروس بلبنان ويا لطيف. هيدا كان البنك اللي انت كنت مديره. لا مش سيدروس ستاندر شارد. البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. مثل ما بقول له لرائد انا بدي ادلك الموقع. لا خي دبر راسك. وقت يخلصوا مصرياته لرياض اوكي والذهبيات تو بي بريسايس. بس لنقول الدولار يعني اخر شيء هو الذهبيات. ما بقى في شيء. صار الفاليو تبع الدولار بالبنك هو الاوفيشال ريت ديفايدد باي ماركت ريت. يعني اذا الليره ب 15 بيصير الدولار 1500 ديفايدد باي 15 10 10 سنت 10%. اذا الليره صارت 150 بيصير 1 سنت. شو الاخبار؟ ايش الحال انت؟ هذا السيت اب بتصور اكثر شيء كومفورتبل. لا ايه سيجار. هلا انا متوقع مش تفاجأت بالرمان بس انه انا عم بشرب. اخر مره شربت وعيد تاني نهار مجوز بطلتها من وقتها. بطلتها. اول شغله هيك قبل ما نفوت شوي بحديث عن البلد قصه الاوكلي كثير انترستينج الفكره. انا تفاجأت قد ايش جابت مصاري. ليش مش عاجب لك عوانات؟ لا مش عاجب لك عوانات بس انه 6500 دولار بهالايام بلبنان احلى عوانات يا مان. كاش كمان. طيب كيف اشتري الفكره وشو خبر العالم ما بدي اعرف شو اللي عملته؟ انا عملت شيء حلو. اي بلشت قصة انه كنا بدنا نساعد ناس يعني بالوضع الصعب لانه في ناس مثلا كانت عامله حساباتها بطريقه معينه وصار في وضع صعب غيرت المعادلات. عرفت كيف؟ مش انه كانوا يعني في فرق بين انك تعرف حالك وين رايح وفي فرق بين انه يجي شيء هيك يغير كل شيء. صح. هيدا كان وحده من الاسباب اللي قررنا ما نعمل شيء. على السبب الثاني لانه في كتير عالم بتمسخروا لي على هول العوانات فكبروف اوف كونسبت يعني بدي فرجيهم انه هيدي اول اغلى عوانات بالعالم. قربوا مستعملين بعينهم 6500 دولار. 6500 دولار هن قصه مش قصه بشعين ولا حلوين. القصه هي ويرد يعني بلبنان. شخصيه بتطلع على التلفزيون بتحكي اقتصاد سياسي كذا بتطلع ببولو بتطلع باي بولو تي شيرت مع العوانات على البلكون يعني انه قليله تتصير. براندنج خي جاد براندنج. زبطت بس اليوم وزعت المصريات. اجوا لعندي اجوا لعندي 6 شباب كان طلع بالنا يعني نعطيها لبنات كمان بس ما حدا قدم. قدمت بنت وحده وكانت من اللي عم بيدرسوا برا. اللي عملنا كيف نقينا الاشخاص. كان المفروض اعطيهم لواحد على فكره بس اللي صار انه وي اكسكلودد اللي عايش برات لبنان وعنده قصه برا لانه الاماونت اللي وي ريزنج كثير قليل نسبه للي عايزينه. مش لانه مش ضده نحن بالعكس. صح. كان في 2 حتى حدا مقبول بهارفرد وفي بنت مقبوله بان واي يو يعني احسن جامعات بالعالم. سو بس ما قدرنا. هذه مشكله اكبر وبدها حل غير اللي عم بلته هلا. بس عملنا كمان هيك اكسكلوجن بالاخر يعني القصص الكومبالين كانوا 6 وقسمنا المبلغ امونج 6 يعني 1100 دولار كل شخص. حلوين 1200 دولار هلا بلبنان يمكن بيعلموك سنه. ايه 1100 ايه 1100 ايه صح. وكل واحد كان عنده قصه يعني مش انه كلهم يعني عم يدرسوا مثلا الذره النوويه. عرفت كيف؟ انه في ناس عم بيعملوا مهنيه في ناس عم بيعملوا سي ام اي لايسنس يعني في اشياء معينه كانوا عم يشتغلوا فيها مش ضروري كانت بالاشياء التقليديه. هلا تنبلش نحن هذا السيت اب هون بمحل فيدال ونشكر داني على الاستضافة لأنه حبيت أعمل القعدة هيك على الرايق مع سيجار. بتشبهك وأنا بحبها كمان القعدة فبتكون تحملوا شوية ضجة حوالينا لأنه في زبونات والمحل عادي شغال. بدي بلش أنا بس أحكي شوية نتعرف على دان أزي لأنه لحديت بعتقد 2017-18 للي بيتابع. للي ما بيتابع فجأة بال2019
صار في شيء اسمه دان أزي وهيك got exploded يعني. والناس ما بتعرف وين كان دان أزي. وقليل الناس تلاقي حدا بالاقتصاد والفاينانس بعد أصعب شوية يعني يكون مهضوم ويكون بنكت. عادة بيجوا كتير علب بقى. وين كنت قبل وليش بيّنت هلأ ولحدا معتزل بعمر صغير يعني؟ هلأ هي القصة بلشت أنا أساساً كان يعني مثل كلها اللبنانية يعني أنا مرقت بالوضع اللي عم يبرو فيه الشباب هلأ مرقت فيه أيامنا نحنا الديفاليويشن القديمة وهيك. ومثل كل العالم ما كان عنا opportunity بلبنان. سو بهديك الأيام كان عنا خيارين، يا بتضل يعني بخبر الشباب دائماً أنه آخر معاش قبضته أنا عم بعلم math to O2 بالEUB partial differential equations كنت تلميذ وقتها، كان $5 بالشهر هيك وصلت هاد devaluation بوقتها وقت إيه طبعية الناينتيز. سو يعني عنا خيارين كان يا منضل بهيك وضع يا منهاجر. فاليوم الجود نيوز أنه عندهم ثلاث خيارات، عندهم بسميها virtual immigration يعني عندهم الخيار يبقوا يهاجروا أو يهاجروا virtually. في كتير عالم هلأ في ناس عم بيفتحوا بزنسز على عبر زوم عبر الكونسلتنج عبر كذا. خيي مثلا هلا لقى شغل تلميذ جامعه هو $5 على الساعه عم بيعمل شيء شغله اوت سورسنج. خيك تلميذ جامعه؟ ايه. في فرق بالعمر يعني منيح؟ لا شو الحكي سنتين ثلاثه بدك اسالك شو بينا يا جاد. سو هي عرفت كيف؟ يعني التكنولوجيا أمنت فرص بأيام اللي أنت كنت فيها بالجامعة ما كنت مأمنة، كنت يبقى تفل من البلد يبقى تبقى بظروف سيئة. إيه إيه أكيد أكيد. وحتى يعني أنت بتعرف شو عم بحكي عندك أصحاب وأنت يمكن عم تعمل هيك أوريدي يعني فيك اليوم تبيع إشياء بجزء التكنولوجي اللي ما كان يصورك عقلك بكتنه على بلد تاني. أكشلي هيدا الشيء لاحظته كمان عم بيعطي وعي للجيل الجديد أكتر ما أنا كان عندي مثلا بعمره. لأنه بأيام زمان أنا كان شيء عادي انه جدي يصوت لجده للزعيم وبي يصوت لبيه وانا صوت له ابني صوت لابنه. عرفت كيف؟ ما كان تطرح علامه استفهام انه شو عم تعمل؟ ابدا شيء عادي كان زعيمنا هيدا. عرفت كيف؟ كنت بس تنقي مثلا انا بمنطقتي كنت بدك تنقي بين مثلا جنبلاط وشمعون لنقول الدمور محل ما نحن. بعدين بيتغيروا هيدا بس انه البرنسيبي ذاتها بدك تنقي هي او هي ما في انه شيء ثاني. وحتى مره كنت انا يعني عم بطلع على هالمواضيع انه كيف في شخص عجبني بس ابرنتلي القانون الانتخابي ما بخليك هيدا. سو الوضع مش هين بس الجيل الجديد قدر يسافر. انا يعني وقت سافرت لبرا تعلمت انه لا في شيء اسمه محاسبه. بصوت له لجاد انا جاد بيعطيني الاشياء اللي وعدني فيها برجع بصوت له مره ثانيه او بكبه برا بشحطه. مرات بشحطه بنص الطريق. سو هيدا البارت المحاسبه اللي هو واحد من الاساس المشاكل بلبنان. يعني اذا اليوم الزعيم عم تنتخب انت ابنه او ابن ابنه منه مجبور يجيب لك كهرباء مثلا. صح ما دفكتوا عم تنتخبه. ايه فلات من البلد لكن باول التسعينيات كفيت تتعلم برا ولا خلصت هون على بلشت شغل برا؟ بوث تعلمت برا يعني لقيت شغل موالي كان احنا عندنا وضع صعب برا. وين عم تحكي؟ اول ما رحت على امريكا بعدين نقلت على غير بلدان يعني نقلت على هونغ كونغ طوكيو قعدت كذا يعني مليون بلد. ألمانيا حتى قعدت مدي دبي. بس هيك حطنا بجو كيف معقول واحد يروح هيك تراجي؟ شو هو الشغل اللي معقول ياخذ واحد على هيك محلات؟ يعني اوكي بفهم امريكا بفهم ألمانيا هونغ كونغ قليل تكون ديستنيشن يعني. هي ألمانيا صارت سوري هونغ كونغ صارت ب وقتها كنت عم بشتغل بأمريكا بنيويورك واللي صار انه فتحت بوزيشن. عرفت كيف؟ فيها شوي كنت انا وصلت على بلاتو لنقول فتحت بوزيشن اللي هي فيها سينيوريتي فريسك كبير. كان هيدي عم تحكي ايام سارز يعني كيف هلا كورونا كان وقتها بس بهديك المنطقه سو كان فيها خطر. سو اللي صار هون انا حسيت انه هيدي جود اوبورتونيتي لإلي وكان عم نافس انا وثلاث اشخاص. وبصراحه كنت اقل واحد عند الكفاءه الباقي ثلاثه كانوا عنده كفاءه اكثر مني لانه في اثنين منهم نحن ثلاثه بقلب الشركه وواحد من برا. اللي من برا كان مورغان ستانلي هونغ كونغ يعني توب كومباني اوريدي من هناك وصيني وكل شيء يعني عنده كل افانتاجي. واثنين التانيين عم ينافسوني كانوا بلندن اللي هي كانوا يعملوا كفرج لايجا يعني المفروض ينقوا واحد منهم. بس شو عملت انا وقتها؟ اجى لعندي الباص قال لي لروح لهونيك. قلت له دغري دان لا سالته قد ايه مصاري ولا شيء. فالقيادية العظيمين بحب بده يشوف الباشن صح للشغله. يعني وقت يجي واحد يبلش تساله شو وات كان يو دو فور مي يتدلع اجمالا القياديين العظيمين ما بيحبوا هيك بدهم حدا يكون عنده باشن. وفعلا هذا الزلمي انا كان عندي كنت احبه كتير واحترمه كتير. يعني من ما هي بارتلي كمان الواحد ليتقدم بالحياه بده يكون عنده منتورز يعني ناس يطلع لهم لفوق
يعني لوك اب تو بالانجليزي ويحترمون، عرفت كيف؟ بتعلم منهم. وانا هيدي اي جات لاكي، صار معي مرتين ثلاثه بحياتي انه اشتغل لناس يعني بعتبروا عمالقه بالبزنس. واني وهيك نقلت على هونغ كونغ، وفعلا وعملت الكالكوليشن وقتها انه اذا فرطت هونغ كونغ ما نجحت، ماكسيموم كون شفت بلد جديد سنتين، تعلمت شفت الصين وكذا، واذا عملت منيح كون عملت منيح لانه هيدا جروب سيبت لقطة at the right time. يعني in fact رحت على هونغ كونغ دوبلت معاشي every year for 3 years. طيب شو الـ شو الـ شو نوع الشغل اللي كنت عم تشتغله؟ يعني وقت عم تقول بأمريكا بعدين هونغ كونغ ألمانيا، شو كانت وظيفتك؟ إيه سو قبل ما أنا بلشت برات البانكينج، بلشت شيء اسمه كمان كنترول كوميونيكيشنز، يعني كيف الاتصالات والإنفورميشن سيستمز وكذا. هاي أول ما وصلت على أمريكا أخذت منحة إنفاكت من الجامعة، علموني يعني من الحكومة الأمريكية. سو هيدا البارت هيك بلشت. سو بلشت بهندسة كمبيوتر وقضايا من هالنوع، قصة طويلة بتزهقك أنا خبرك إياها. بس من بعد منها عملت عملت الـ MBA بكولومبيا، وهنيك فت على وول ستريت على البانكينج. سو بلشت بالبانكينج ببنك ألماني، و اكشلي بلشت ببنك سويسري قبل بس رجعت بنك الماني، اند ذن وماري لينش كمان حتى مدي. سو كانت شيء اسمه ستراكشرد اكويتي فاينانس تريدينج، يعني التداول بمشتقات الماليه، ديريفيتيفز، اوبشنز، هاي دلتا. فيك تفسر لي شغلي انا ما بفهمها؟ ايه في كثير قصص ما بفهمها بس انه هاي قد عندنا وقت. بتشوف بالافلام حتى مش بالافلام، ايام يعني بكون تغطيه هاي وول ستريت هول التريدرز شو هو هالستريس اللي هالقد في تليفونات وهالقد في كذا. انا بتخيل الدنيا شوي اروع من هيك، مدري انا حياتي اروع من هيك. اذا انت كنت تشتغل شيء قريب على هو، فيك تفسر لي شو هو هالقد اللي على التليفون وضغط واحد بيقع بالارض خيي ليك بدي خبرك سر هودي هالقد ممانتني، يعني هالقد بكل لحظه بلحظتها القصه. انت بتعرف اللبنانيه هو عنده 3 تليفونات والواحد بيشتغل بصير حاطه على الطاوله. سو في منا هيك تمثيليه اللي عم بمزح. هي القصة انه it's about information، عم تعمل قرارات بسرعة، والقرارات يعني it's a big amount of money عم تشتغل معه. يعني انا مثلا بتذكر اول شغلة اخذتها على وول ستريت، الشغلة اللي عملتها عادة مفروض تعمل روتيشن انت شغلة لشغلة لشغلة. فوقت سألني الباس كان يحبني كتير، قال لي وين بدك تبلش الروتيشن؟ قلت له ما بدي روتيشن. قال لي بتعرف الدسك بتروح عليه؟ قلت له ايه. قال لي ايه. قلت له اللي بده ياني بكرة، بده ياني بعد بكرة يعني مبارح. قال لي قلت له قال لي كيف يعني؟ قلت له لي واحد بده واحد امبارح، يعني ما بدي اضيع وقتي، بدي دغري ابلش بالشغل. فحطني على داسك اسمه ستراكشر اكويتي فاينانس مع شخص اسمه جيم، هيداك هلا صار السي او تبع اهم هيدج فند بالعالم. سو وقت حطوني على هذا الداسك كجونيور جاي، انه المفروض انا بلشت بالاول عم بجيب القهوه للتريدرز هون عم تحكي عنهم، يعني ليترلي روح قال له شو بدي ستاربكس ران، انت شو بدك كابوتشينو، قعد ايدهم مع انه معي مزج ماجستير. بلشت هيك بس within 2 months لانه عايزين عالم والشغل كان هيك قابب. I was trading عم بعمل تداول لاراوند 1.5 مليار دولار بالنهار. اوف عرفت كيف؟ يعني عم تحكي شهرين من بعد ما طلعت من الجامعه. سو يعني كيف عقل الانسان بيتحمل هالشيء بهالوقت الصغير؟ يعني انا بعرف بالاعلام بشوفه عند كتير ناس خطر، لأنه أنت فجأة بتكون nobody بين مزدوجين يعني على السلم الاجتماعي، فجأة بتطلع على الكاميرا بتصير شيء. هالنقلة من المشي للشيء صارت بظرف شهر يمكن، في كتير ناس يا بيكبر راسهم يا كيف أنت استوعبت هاي؟ شو يعني واحد طالع من الجامعة تريدينج 1.5 مليار دولار؟ هلا هي ما هي هيدا عم تحكي عنه البرستيج او ايجو تريب او whatever، ما صار وقتها بهالشهرين، لانه بعدها بهالشهرين بعدني انا اقل واحد فيهم. اتس جاست انه اضطروا يعطوني مسؤوليات اكثر، وانا كنت يعني حب المسؤوليه. يعني مثلا كنت اعمل، كنا نحن 5 على الديسك. سو اول ما بلشت انا اذا حدا بده يروح يوصل ابنه على المدرسه كذا، لو خلص انا بعمل لك شغلتها. سو وصل الوقت عم بعمل 60% انا من الشغل، والاربعه الباقيين عم بيعملوا الباقي. سو يعني عم تحكي 12 ساعه بالنهار شغل، يعني كونتينيوس، ما في انه اخذت ساعه ونص غدا ومدري شو، عم تاكل على الديسك. يعني ماكسيموم رايح يعني ليترلي اذا بكتروا على الحمام بتقول قلت له لحدك تريدينج، تعرف الديسك فين السكرينز ان فرونت اوف يو، حدك واحد حدك واحد، عرفت كيف؟ سو بتقول له رايح على الحمام، تروح دقيقتين بدك تقول له انك رايح لحتى يغطي لك التليفون ويغطي البوزيشنات تبعك. مثل الحرب يعني. ذكرتني بشغله انا وقت كنت عم خلص الاختصاص تبعي، يعني كان بدي اعمل ماسترز، كان السؤال تبعي بعملها بالاي بي اما بعملها بامريكا، جي بي اي منيحه بس مش تفوتني على هول اي في ليج وكذا، بقى كان يا جامعه مقبوله بامريكا يا اي بي هون. بسال الدكتور اللي كان يعلمني، هو امريكاني، بيقول لي ليك بدي خبرك شغله، في معيارين، اول شيء المكتبه تبع الجامعه للريسيرش وكذا والدكاتره. قال لي اصغر مكتبه باصغر جامعه بامريكا قد اكبر وحده هون، لانه هونيك في ستيتس بيعملوا بروجرام سوا، بيكون في لايبرري للستيت كلها سوا. قال لي حطها على جنب،
انا بقول لك روح على امريكا، ما عملتها رجع، بس كانت هاي نصيحته. قال لي من ورا الكالتشر ما عندك وقت هونيك تشرب كاس وتحط ارجيله، هونيك بدك تقعد تشتغل. وهلا عم تقول تشتغل 12 ساعة، منا evident بلبنان، انه مع انه نحن ناس شغالين، في ناس شغالين، بس كمان عندنا كالتشر رايقة كتير. قديش بتحملها مسؤولية لانتاجيتنا؟ هي it depends. مثلا انا الجيل اللي خلقت فيه كنا يعني عم تستعمل كلمة جوعانين، بس مش مثل ما عم بيستعملوها هلا. اليوم بتقول جوعان، you mean real literally جوعان. انا عايمي بسموها hungry بالانجليزي، hungry يعني جوعان للنجاح وليطلع ولينجح والأسف. كل القصص الرأسمالية ما بتحبها انت. لا 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 رح نحكي فيها. so بعايمي انا انه انا وصلت على امريكا، انا اول شغلة اشتغلتها مثلا كانت لتر اللي عم بعلم للأكل. تعرف أودي الساينس كنت عملون work for food. هل قد كنت وصلت لمحل صعب؟ ايه ما من احنا خسرنا كل شيء بالتهجير، وبي خسر الشيء عمر حاله ومن عاله اتسترا. انه مش انه يعني مش لحالك كنت فقير، بس ما كنا يعني لسه شيء ما كان معه القصة the whole time. وانا قلت له يعني بعت لي سنة وبعدين بزبط حالي، وهذا هو كان يعني عطاني وقتها شيء $7,000 اللي هو نص قسط القصة أول سمستر والنص الثاني معيشتي. يعني تحكي عم تعيش $700 بالشهر. within two months اللي شفت دعاية بالجامعة على الحيط، ورحت قدمت عليها يعني طلعت على الانستليشن حد الجامعة الأوربانا شامبين، اللي هي طلعت الحكومة الجيش الأمريكاني. عملوا لي انترفيو، أخذوني ودفعوا لي قصتي وعلموني عارف كيف انه within هون خبر يعني تلفنت لريبيني مثلا هون خبرتهم القصة، قال لي مين دبر لك الشغلة؟ كيف يعني مين وسطتك؟ ما حدا قدمت عطونيها خلصنا بقى، مين زبط لك اياها؟ حكيت مع جهاد مين عرف كيف انه ضليتش الساعة. هذا الفرق كمان بالكالتشر. لك ايه ما هون انا اول مرة صارت معي عم خبر يعني عم خبر انا هون انه لك عطوني شغل انا اجنبي كيف هاي عرف كيف يعني. هاي كانت اول experience to me of meritocracy، يعني تاخد الشغلة اللي انا بتستحقها. وعلى فكرة لو عندهم واحد من جامعتهم ما بيفكروا فيه، بس at the same time إذا لقوا واحد كف عنده الكفاءة وما في واحد من هيدا بيعطوا إياها للشغلة. صح. عرفت كيف؟ هلا it wasn't rocket science. يعني أول شغلة عملتها كانت testing paint samples، الدهان تبع السدود بأمريكا for compliance with federal specifications، إنه منيح الدهان. هي بيعملوا lowest bidder. أنت بتعرف السد ما فيك تيجي تدهنه كل سنة، بتدهنه كل 30 سنة. عرفت كيف؟ إذا بصدي ما فيك تهدى. سو شو بيعملوا lowest bidder؟ بس lowest bids اللي عم يربحوا بيعملوا testing gas chromatographic analysis ومدري شو. أنا عامل هيك قصص. سو هذا this was the first job I got. عرفت كيف؟ بعد منه أنا قلت على أشياء تانية، بس إنه البوينت هي إنه ال opportunity. مش هيك أنا إذا بتلاحظني عندي شوية تعصب إذا بدك أو partiality لهذا النظام الاقتصادي الحر اللي هو الاقتصاد الحر الحقيقي، مش اللي هون الشباب بيسموه اقتصاد حر هون. لأنه نحن هون اخدين يعني مرات أنا one of my انتقادات للتفكير اللي عندك هي أنت والهيدا هو أنه أنتوا عم تنتقدوا النظام الرأسمالي بلبنان، بس أنا اللي عم بقول لك هي أنه أنت ما دقتوا للنظام الاقتصاد الحر. النظام اللبناني أخذ أضرب شيء بالنظام الرأسمالي الشرس، وأضرب شيء أسوأ شيء جمعهم وعملهم لبنان. بس إحنا نظامنا نظام إقطاعي، نظام وراثي سياسي، وراثي اقتصادي، ما فيه شيء من الاقتصاد الحر. لك أنا شفتك عامل شير لبن شابيرو اللي ما كتير بحبه أنا طبيعة الحال يعني. بعرف قعدتلي مسج وقتا. بعتلك مساج ما عندي شيء كتير أقوله. بفهم كتير أنا وجهة النظر اللي الشخص نفسه كإنديفيدجول كفرد بيصير معه أما بيكون عنده كفاءة معينة وبيلاقي أنه هالكفاءة قدر يوصلها لمحل تصار هو صاحب رأس مال مش بس موظف بمعاش، ويقوم بعدين يوظف هالرأس مال ويشتغل فيه، ما بيحسها أنه فيها أي شيء أنفير. ما أنا هيدا المبلغ اللي جايبه بتعب أول شيء، تاني شيء أنا مزبوط الربح عالي بس هذا في مبيله ريسك عالي، انت عم تعمل شغل. صح. وهذا اللي قاله بن شابيرو، انا بستبدلك في مليون واحد محلة، انت كيف تستبدلني لي؟ صح. بس هذا يجوز لمنطق افراد وانت بتفكر مجتمع. انا بصير السؤال مش انه هذا الشيء غلط، السؤال اذا انا بتضل المسار هو السروي عم بتروح تبعد بين فريقين، بول صغير عم يصغر معه كتير مصاري وبول كبير عم يتوزع عليه مصاري اقل، طيب هيدا اللي معاشه عم بينزل مقارنة بهيداكي، مش هو اللي بده يشتري له بضاعته بعدين إذا بدي يفكر كمجتمع؟ أنا الإكواليتي هي بالفرص، مش إنه ده عم دخل لكل الناس، كرمال النظام الرأسمالي نفسه يبقى عنده بوتنشل يبقى، لأنه إذا عنده معاش بطل يشتري بضاعة. لا ما في اختلاف أنا وياك بالموضوع. إن فاكت أنا في انترفيو عملته من 3-4 أيام مع جامعة السوربون،
عم بعمل لهم لكتشر كنت وانتو اذا شارب اليو كي ماب انه شو الاختلافات كذا. عطيت شوي هيك مثل اللي حكيته هلا, بس قلت انه ذات ساد انه اي ويل تيك شربل او سعاده مثل جاد انه يستلم الحكم بلبنان يعني سيرت كيف 7 دايز اوف ذا ويك وتوايس اون ساندي فيرسز المنظومه اللي عنا اياها هلا. ما هون تشوف انه فكره مش يمين ويسار بلبنان. يعني انا بقول نفس الشيء عنا exactly. يعني انا فانا بالنسبه لي جدا ازي على انه يجي شي واحد انه طبيعي لانه احنا بنظام ما لنا بنظام, لانه عندي ثقه فيك, عندي ثقه انك يو تراينج تو دو ذا رايت ثينج. بعدين ما عندي مشكله انا اليوم اذا حطيت نظام اشتراكي او شيوعي بلبنان ما عندي مشكله, بس طبقه مزبوط. يعني اليوم انا مثلا انا وصغير اصغر كنت راس مالي شرس اكثر من هلا لانه قلت لك يعني دقت البوزيتيفز فيه صح. لانه صار معي جود اكسبيرينس تبي دازنت مين ات هابنز تو ايفريبادي, بس اصحابي كلهم بعرفهم اللبنانيين اللي راحوا مثلا على الولايات المتحده اللي هو هالنظام الراسمالي الشرس اعطاهم فرص وعملوا كتير منيح. ايه بس سرفايفل اوف ذا فيتست. ايه انت كنت مش سرفايفلز ما اختلفنا, بس لا لبنان اجمالا يعني اللي مستعد الجوعان اللي مستعد يشتغل بيوصل, يعني قليل لتلاقي لوزرز اللي راحوا, عرفت كيف؟ هلا وقت كبرت كمان صرت حب مثلا النظام السويدي. نظام السويدي كتير اشتراكي, يعني عندك حق الطب المجاني, الدنتل كان الدنتل على فكرة اول لايف عملوا له 18 لانه جامعتنا صاروا يهاجروا ويستغلوا الوضع. بيطلع لك على كل ولد, بيطلع لك روف اوفر هيد جارانتيد سكن, عرفت كيف؟ جارانتيد روف تبعه جاي من ضرائب, من الضرائب. برافو عليك. وفريق الايام انا كنت طلع عليهم انا مش فاهم الهبل. هلا السيستم وركس اذا عندك الترويزم. شو يعني الترويزم؟ يعني ما انت عشان ما تستغله للسيستم. سو السويدي اللي سويدي يعني اللي كان عايش هناك اذا عطل اذا وقف عن الشغل بيستفيد من السيستم, بيروح يفتش على شغل بيلاقي الشغل بيوقف الاستفاده. جامعتنا وقت هاجر لهونيك بيصير يضل سنتين ثلاثه 10 بيصير يجيب اولاد على الولد بيطب $200 صار بيصير يجيب 20 ولد على اساس انه صح طلع $4000 صرت. عرفت كيف؟ وكلهم هودي ايه بيعطوهم بيوت بكره. ابيوز للسيستم, ابيوز للسيستم ما بيزبط. فمشان هيك يعني ليكون عندك انت نظام من هالنوع اللي هو فاين, يعني ما عندهم بليونيري لنقول قليل جدا, بس ما عندهم حدا هوملس بالسويد, عارف كيف؟ وعندهم ستاند ليفينج اون افريج بريتي هاي. اتس ا سيستم على فكره يو وود لايك يعني سو وات ار ذا بيلدينج. انا بتعرف شو بالنسبه لي لانه ذي فاليو الانتلكتشواليزم اي ثينك ببعض المحلات. فانت وين ثروتك الكبيره كجاد اصلا هو يعني يور ان انتلكتشوال جاينت. ثانك يو فيري ماتش. بس انا بالنسبه لي الاهميه لهالشيء خاصه ببلد مثل لبنان انه انت ببلد مجتمعه مفتت بطوائف مناطق اللي بدك اياه. انا في حاجة اضافية عندي لسترونج ميدل كلاس ليكون عندنا طبقة اصلاحية, لانه الغني بيكون كونسيرفاتيف بده يحافظ على البلد مثل ما هو ونظامه مثل ما هو, الفقير بيكون ريفولوشنري بده يكسر السيستم. شو طلع له منه؟ ما في الا الطبقة الوسطى اصلاحية, ببدأ لا تكسر السيستم ولا تخليه مثل ما هو. نحن ما في انسنتيف عندنا بلبنان لنقدر نجتمع على شيء الا اذا اجتمعنا مصلحيا انه هي الدولة في لنا شيء فيها. انا مشان هيك بلبنان تحديدا بلاقي انه اليسار مفيد. ايه خيال ليك النظام بلبنان ان فاكت كان على فكره انا بالنسبه لي النظام كان اوريدي اشتراكي بدون ما نعرف. يعني انا هيدي هلا حشت يعني هيدي انا ايه دوله كبيره فيه, مش بس الدوله كبيره فيه, دوله كبيره فيه يس, بس مش بس هيك. اذا بتفكر انت اليوم بالمنظومه اللي انخلقت بلبنان على ال 1500 انه effectively عطانا معاش نحن اعلى من انتاجيتنا, دعمت المجتمع كله, دعمت المجتمع كله. سو بس مين دعمه؟ من اجت من الاكسبات, من السيفنجز تبع الاكسبات اللي قاعد بالكويت وبالسعوديه وبافريقيا بالصحاري عم بيشتغل 30 سنه لانه ما عندوش ريتايرمنت, عم بيصمد وعم بيبعت مصاري لانه عنده ثقه بالنظام المصرفي, بيبعته لهون. شو عم نعمل احنا فيه؟ عم ناخذ مصرياته عم ندعم الليره اللي هو الفيكيشن لواحد لبناني يروح على تركيا. سو ان سام سنس كان نظام اشتراكي, كان في يعني رياض سلامي انا بسميه ان سام ويز اكبر شيوعي. شوف كريم معاذ انت اكبر شيوعي من البولشيفيك ريفولوشن, يعني لازم تعيط له الرفيق رياض انت. علما انه ما كان عم يعملها كرمالي هلا لانه الديستريبيوشن تبع المنافع من هالسيستم. هيدا بيقوله محمد زبيب يو رايت. انتبه حتى بالاتحاد السوفيتي, يعني هالسؤال لا بس طول بالك بالاتحاد السوفيتي اذا كنت ممبر بالبوليتيكال بيرو انت كان عندك فولغا بدل لادا, يعني انه حتى بالاتحاد السوفيتي اذا انت كنت ممبر اوف ذا بوليتيكال بيرو اوف ذا كومونست بارتي في مراتب. سو ان لبنان سميها هيدي الايكويفالنت, يعني ما لنا فول بروف انه كان توتالي اخذ من هون لهون, بس ما في شك انه ذا بالك اوف ذا ماني عم تحكي بالقليله 50-75% من مصريات الاكسبات راحوا ترانسفير اوف ويلث لكل واحد يطلع معاش بالليره. هلا في شغله ثانيه صارت هون كمان, في ترانسفير اوف ويلث كمان جنريشنال. كيف يعني؟ السيستم معمول انه انت كفريخ كشباب تكون unemployed. نحن اليوم حتى من ايامي هاي كانت يعني تطلع انت وربيان كذا بكره انا وقت بطلع بيغ عن شهاده جامعه
بهجر على امريكا او كندا او الخليج او واتيفر. هذا شيء نورمال عندنا بالكالتشر. الامريكاني وقت يوعى ما بيقول انا بكره بصير عمري 19 20 بدي اروح اشتغل بالمانيا او بلبنان او بالسعوديه. نيفر حاله هون اكيد ما عنده هالفكره. ان فاكت بالامريكان فوق 300 مليون نسمه, في تحت ال 6 ملايين امريكاني برات امريكا, ومن ضمنهم يعني جماعتنا اللي هون اللي هن منه امريكاني امريكاني بس معه الباسبور. ايه يعني بس لوجيك, لانه اخر شيء انه الفرص اللي موجوده هونيك ليش بدي فل يعني. ايه بس شو عم بيصير هون؟ اذا انت الانبلويمنت تبعك امونج يوث 40%, هاي مره طلعت على وورلد بانك ريبورت من شيء كم سنه, الانبلويمنت اون افريج بلبنان كان شيء عالي جدا بالعشرينات 30 كذا, اليوث كان اعلى شيء 40 35, وهلا ايفن اعلى صار. الانبلويمنت امونج ال 60 لل 64 يعني هالاربع سنين قبل التقاعد كان شيء اقل من امريكا. عرفت كيف؟ ليه؟ لانه عندك بين النقابات والجوب بروتكشن وهالقصص هيدي, معناتها النظام كان كله معمول لتحمي انت الكبار بالسن يضلوا عم بيشتغلوا, والصغير ما يلاقي شغل بدون واسطه. اذا لقى بواسطه يعني هي اوز الزعيم تبعه للشغل. في عندي هالايديا بدي اخذ رايك فيها. هلا انت عم تحكي طلعت دراسه من ورا هذه القصه جنريشنال شوي اللي هي جيليه. قديش في واحد هيك يخترع كونسبت ما في يكون اكاديميكلي ساوند اكيد, بما انه نحن النظام تبعنا خلط من اليمين ومن اليسار كل اوجهه, فتحنا حدودنا, شلنا الجمارك من مال, خففنا الضرائب من مال, بس كبرنا حجم الدولة من مال, وظفنا كل شيء في عالم فيها, دعمنا كل المجتمع, أخذنا من كل شيء شوي. بقى يسار ويمين يمكن ما يعبر عن شو عملنا, يمكن بيعبر أكتر عن شو عملنا أنه نحن جينا بدل ما نفضل طبقة على طبقة أكان تحت ولا فوق, فضلنا فترة زمنية على فترة زمنية, قلنا جماعة التسعينيات بدنا نقرط اللي بعدنا. لانه هلا بفسر انا غضب الشباب يعني من كل هالسيستم, انه هذا السيستم قام على حساب هول اللي كانوا بعد ما خلقوا بوقتها. ايه اكيد. ان فاكت العكس صحيح كمان. كيف يعني؟ يور رايت, الثيوري تبعك 100% مزبوطه. هلا اذا انا السيفر اللي كنت حاطط مصاري بالبنك, هلا طبعا هي غلط هالفكره, بس كل اللبناني اون افريج بيقول انه انا اعطيت المصاري للبنك لانه ما عندي ثقه بالدوله, بس انا بعرف انه او انا بعتقد انه البنك دين الدوله مصاري. هي غلط انه دين الدوله دين مصرف لبنان, بس لنمشي بالتفكير الافرج وتحط مصير البنك. انا دينت البنك دين الدوله هدرته, مش هيك تفكير؟ صح. طيب انت بتعرف انه عم تقبض كنت فايد كتير عالي نسبه للفوائد العالميه 7 8 10 12 15 17 20 25, بنظرك انت عم تجي من الدوله, شو يعني عم تجي الفوائد من الدوله ايفنتشلي مع السبريد للبنك؟ هيدا فيوتشر تاكسز. صحيح. تاكسز على اولادي واولاد اولادي. شو اكتشفت هلا وقت قرات لك مصريات؟ انه كارنت تاكسز. الفرق الوحيد هو انه بدل ما هودي الخسارات فيوتشر تاكسز يعني لبعدين. ايه وحتى هلا اذا بتطلع بالحلول اللي عم بيحكوا عنها, يعني وقت تجي الاي بي ال او غيرهم يقول لك انه اول شيء جمعية المصارف, تجي تقول لك مثلا انه حق على الدوله, لك اول شيء ما في شيء اسمه دوله, مش انه في شيء بنيه يعني بتروح نعبطها. نحن الدوله. نحن الدوله. الدوله بس اذا رأيي. اذا ما في غيري انا وياك لبناني اليوم, جيت انا وياك هلا اتفقنا انه الحق على حق على الدوله, منا مصريتنا من الدوله, ما في غيري انا وياك لبناني, شو يعني الدوله؟ بتجي بتحط ضرائب علي وعليك الدوله, انا وياك الدوله بنحط ضرائب على حالنا, يعني نحن تحملنا خساره. سو ما في شيء اسمه الدوله, يعني بيحكوا عن الدوله كانه عم تحكي عن اسرائيل, انه شيء دوله ثانيه, شيء مستقل عنا, شيء مستقل مالك عليه. هاي اول بروبلم. بس ثاني بروبلم انه وقت تقول عم تحكي عن الضرائب انت او تدين لتدفع المستحقات تبع اليوم, كمان عم تدفع على مين؟ على الجيل هيدا لذاته اللي عم نحكي عنه. سو اتس بوث ويز. الجيل هيدا الصغير هو مقروط من الجيل انا وجيل بي وجيل جدي. عرفت كيف؟ والجيل جدي كان جار عم بيجرب يقرطه للجيل الصغير. بوث ويز صار. صح. يعني فعليا ما عندنا تفكير نحن, خاصه هيدا الناس كافراد يمكن مش ضروري يكون عندك بعد يعيش حياته بالاخر, بس الدوله ورجال اما اشخاص الدوله يعني يكونوا نساء بس بعد ما عندنا كثير يعني. إيه لا سميهم رجال لانه هن مسؤولين. النسوان ما اخذوا ولا مره مراكز قياده لحتى نلومهم. هو لازم يفكروا شوي لونج تيرم, يفكروا مدى طويل. اذا كل واحد بده يفكر شورت تيرم بيتصرف ما تصرفوا خي. بس وان اوف ذا ريزنز, رجعنا على الوراثيه السياسيه, انه انت اليوم مش ضروري تفكر. هلا انا بالجنريشن طبعا الوراثية السياسية شايف كم اكسبشن, الناس عم بيجربوا يعني يتوسعوا ويتفتحوا على اشياء جديدة بغير الطريقة القديمة اللي كانوا ينعمل بزنس فيها. عرفت كيف؟ يعني مثلا لنقول اجتمعت مع من 3-4 ايام مع سامي جميل, انه فيري كلير انه سامي جميل عم بياخد الحزب بطريقة ديفرنت من هالحزب من سنة الثالث اقدم حزب لبنان من 36. نو كويشن. عرفت كيف؟ صعب شوي عليه لانه عندك اون ذا وان هاند جروب من العالم سبورتيف اللي هن ورتينهم من الولاء للحزب, وعندك جروب جديد اللي هو مثلا انك شفته كيف بطرابلس انه اتس كلير انه عمل شيء جديد هون. تذكر هذا الفيديو السبورت كان ايه سو البوتم لاين از انه
بس ان جنرال الوراثية السياسية اللي بتعمل فيك انه ما ضروري تكون عندك الكفاءة. هلا فيها واحد انترستينج بوينت اللي هي انا بتعلم منك مرات كتير باشياء اللي مش انا قوي فيها اللي هو البوليتيكال سايد اند فايس فيرسا. هلا جايين عليه سو مثلا في شخص جبته مسيو نسيت شو اسمه من يومين حكي عن القصة انه اتس نوت جاست اباوت انه عم بيعطوا $100 للفوت او كذا, في كمان تعبئة مذهبية معينة ليش معلقين بهالأحزاب. في وسط رابلسي. That's it. Very interesting guy. ما قد سمع فيه قبل. بدي أحضر الفيديو كله بس بعتولي snippets منه. Anyway عجبني البوينت اوف فيو تبعه لأنه مع البنفيتس بحد ذاتها مش عم بت يعني بالموديل تبعي. ما بتفسر. مش عم بتفسر لحاله هالشغف هيدا أو هالسبورت اللي عم بياخدوه هالأحزاب علما إنه في تخبيص بعد تخبيص بعد تخبيص عم بيصير من قبلهم. عرفت كيف؟ في شيء ideological أبعد. في شيء ideological إيه في اليوم خيّن أنا كنور حق أنا وياك قد ما كنا علمانية أنا بعتبر حالي علماني بس إن the end في عندك هالغريزة يعني أنا وقت أقول عن حالي علماني في غريزة معينة عم بكبتها أنا وياك لأنه عنا إياها أنا وياك deep down inside إذا خلّدناها تفلت بس ليش لو عندك هيدا الشيء ولا مرة بتفكيرك ولا على القليل بتعبيرك بيبين انه موقفك السياسي جاي من هاللانس لان انت في عندك كولتشرلي شو ما بدك فيك تكون مؤمن مش مؤمن مسيحي مثل بس وقت عم تطلع بالبلد شايف مجتمع وعم تشوف انت كيف تقدر تتصرف معه كمجتمع. انا برأيي هون السيبريشن مش قصة الدين بحد ذاته قد ما واحد بيقدر تشوف الدولة يتخيل انه في دولة ما خاصة بها انه اوكي في دين I agree أنا إنه إذا جيب لي كهرباء 24 ساعة جيب لي مي شربها من الحنفية يعني خيي في إشي سيمبل. أنا وقت رجعنا وقت أنا تركت لبنان يعني الإشي السامبل إحنا كنا نتحمم هون بتسخن الطشط ذكر تسخنه تغلي الميات وتتحمم كنت تتحمم مرة بالجمعة لأنه ما بدك تقعد بالبردات هلا بالبرد هلا موجود أنت هو أيام الحرب كمان لك إيه يعني بتذكر أنا ولد يعني إنه it's like ما بدي أتحمم مرة جمعة حل عني ما تقربوا علي. هلا بتوصل على أمريكا أنت بتدور الدوش تنزل المي unlimited water سخنة immediately. هلا صار عنا إياها بلبنان بس immediately أنت بتشوفها عارف كيف بتصير قاعد هيك بتدوش. هذا بسميته أنا كتبت مقال عنها the simple pleasures in life. يعني هاو دي الأشياء أنت اللي اللي اللي, اللي يعني ما كنا شايفينها نحن اللي بيعطوا اللي فجأة إذا بتحس فيهم وما كنت شايفهم كتير بيعطوا رضا منك لدولتك. يعني أنت أكيد علاقتك بالدولة الأمريكية ما فيها تنسى هو اكيد لا بتلاقي علموني جماعه وما عملوا ديسكريميشن ضدي جاي انا من بلد ارهابي. بدي خبرك قصه انا اول ما فتت لهونيك نسيت خبرك اياها. ارهابي بنظر بنظرهم لوك بس ما بيفرق هو انه الافريج جاي ما بيفرق يعني ما بيعتبر انت جاي بدي اشوف لبنان خلص ما في عرفت كيف انت اليوم يعني كامل جوكي يعني ما فرق معهم من جاي بس ماي بوينت اس صار معي حادثه انا قالوا لي مثلا وقت فتت على امريكا بتعرف تاخذ الويزدم تبعك من الشباب بتوصل على نيويورك كلها من هودي من دين معين فبدهم يعملوا فيك هيك بدهم كذا ستريب سيرش مدري شو. انا اعتبرت حالي اللي حيعملوا لي كافيتي سيرش بالليتكس جلوفز يعني وصلت هونيك انا كي واحد اخر طياره وصلنا الكاستمز جاي وقفني هي ما بنساها بحياتي اول نهار وصلت فيها منين انت من لبنان كذا كذا وين بدك وين بدك تقعد قلت له بدي اقعد بوتيل بنيويورك بعدين اروح على الجامعه تبعيتي اللي هي بمنطقه كتير صغيره بامريكا اوربانا شامبين. قال لي اوكي طبعا لك باسبور اهلا وسهلا فيك. قال لي بس ليك انطرني رح خلص الشيفت تبعي هلا بوصلك. اوف اطرته برا طلع بالشو اسمه شلح اليونيفورم تبعه اخذني وصلني على الاوتيل شربنا كيس سوا وفال. بس ليك قديش هتغير بامريكا اليوم كتير. انا كتبت عنها مقال انه هلا صار في خوف. انا كتبت مقال عن هذا الموضوع بالرصيف 22 عن هاي سبيسيفيكلي عن القصه لانه بعد ما ترامب عمل البانينج اوف الاسلام على الفوت بذكر يعني ذكرتني بهاي انه عما كيف راحوا من هون لهون. هلا الجود نيوز عن الامريكا انه ما في شك بخبصوا خاصه بالسياسه الخارجيه كلنا عنا انتقادات معينه يعني كل شيء انا عم بقول لك بحبهم بس انه السياسه الخارجيه بنعرف انه في لوبينج معينه عم بتصير بارتلي لانه جامعتنا ما بيعرفوا يعملوا لوبينج مش لانه بس انه هن يعني اذا انت منحاز كمان بس لك انه دوله كبيره اخر شيء بيتوقع واحد منا خاصه اذا بتتصرف منطق بسموه امبيريال يعني بس بيصلحوا الاخطاء يعني السبرايم هن بلشوا السبرايم والكراسي بس دغري اخذوا اجراءات بتصلحوها بس ما رجعوا بيعملوا باك تراكينج اهو. انا رايي لا انا رايي اتس فاين البوليسي از فاين يعني انت ما بيهم انه ما بحياتك يصير معك ريسيشن اتس اباوت اذا اعطيت 30 يعني هاي وحده من قصص تبع رياض اللي انا رياض سلامه اللي انا بالانس هلا فت لك فيها هاي بس الايشو تبع مثلا الباتريوت اكت يعني عملوا تجسس على السيتيزنز تبعهم. ما هي الامريكا شو لذتها
برايفسي. يعني انا وصلت هناك ما عم بقول لك انا معود على لبنان هون قبل فتح الصندوق له فتح الطبوني هواوي عرفت كيف هيك معود انا كنت توصل لهونيك انت اذا البوليس فتح لك الصندوق بدون البرميشن تبعك ولقى فيه كوكايين واخذك على الحبس بفلتوك لانه ما عنده ما كان له حق يفتح الصندوق حق اصلا ايه ما عنده probable cause ليه فتحت له الصندوق عنده privacy rights so هيدي انا took me a while لافهم بس كمان اخترقوها يعني سنودن لليوم ايه هذا هي البيتريوت اكت so وقت بعد 9/11 اوكي قد ما يعني تعرف صار فيه هجوم كتير كبير وانيوجوال بقلب امريكا سو عملوا كتير دقيقوا على الحقوق البرايفسي بس دغري they got بعد سنودن they got repealed تبعت سو هيدا هو الاشو الاشو از انه بيغلطوا بس بيصلحوا في سيستم في نظام سياسي ريسبونسيف checks and balances precisely checks and balances وانا كتير انتقدت انه انت اليوم اذا بتحد الحدود تبع الافرج امريكاني او اوروبي البلدان اللي نحنا كلنا عنا يعني we covet انه نروح هالبلدان يعني اليوم انت اذا بدك تبعت اولادك او بدك تروح تجيب باسبور انت وين بدك تروح when all is said and done شيل الاناليز بالصحف بدك تروح على شي بلد غربي بدك تروح على يا بدك تروح على اوروبا يا بدك تروح على امريكا وعاده اوروبا الغربيه let's be honest so اذا هن كبتوا هالاشياء اللي نحن بنحترمه مشينا ساعتها بنروح على غير بلدان صح الصين وروسيا وتركيا وريفر صح 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 هو دائما وقت واحد ينتقد الاسبيكتس النيجاتيف بالسياسه الخارجيه تحديدا بالغرب وهن عندهم دي اوب يعني عندهم الاوبننج مشاكل حتى بالسياسه الداخليه اكيد وهن عندهم اوبننج للموضوع انه انت فيك تحبهم بدون ما تحب سياستهم الخارجيه اذا هن بيغلطوا بحالات معينه اللي هو مش متوفر بكثير من بلدان خاصه محيطنا يعني اكيد رح روح هلأ على الفترة اللي كيف صرت فيها بستاندرد شارترد لأنه هيدا كان المدخل للرجع على لبنان ونتعرف على دان أزي كمجتمع خبرنا شوي عن ستاندرد شارترد وبتصور بهم الناس تعرف بانك سيدروس من وين إجا لأنه في كتير حكي ببانك سيدروس بلبنان ويا لطيف هيدا كان البنك اللي أنت كنت مديره لا مش تدريس البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل مثل ما بقوله لرائد أنا بدرد لك الموقع لا خي دبر رأسك هي بلش أنا كنت بشركة تاني بير ستيرنز بير ستيرنز كان خامس بنك بأمريكا بهونغ كونغ كان عندي بوس واحد هيدا واحد تاني غير هيدا كمان منتور يعني هيدا الزلمة كان يعني بدك تقول جينيوس ومن هود الأشياء اللي بشوف حالي فيها أنا يعني إنه in fact وقت اشتغلت معه الخبرك قصة هذا يهودي البوس تبعي بحبه كتير يعني عملت الانترفيو معه بنيويورك كنا قاعدين هو بنيويورك وأنا بهونغ كونغ عم بيعمل الانترفيو كنا قاعدين على بنش بنيويورك قال لي ليك أنا يهودي شركتي يهودية أنت لبناني أنت عربي إسرائيل عم تضرب لبنان للألفين وستة هو أمريكاني أكيد مش إسرائيل أمريكاني يهودي بس مش إسرائيل بس هيك هذا الانترفيو طلعت فيه قلت له دخلك مرقت هالسؤال هذا مرقته على HR ما تسأله لأنه ممنوع بأمريكا سألك كل يعني السؤال كله it violates كل القوانين الأمريكية ضد العنصرية ممنوع يصنفك انطلاق أكيد أكيد ما قلت له أنت أسود وأنا أبيض وأنت كذا يعني effectively عمل هيك قال لي لا 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 معك حق ما لازم أسألك سؤال قلت له بتعرف شو سأله للسؤال قال لي طيب شو الجواب قلت له أنا I don't care بس أنتو المهم do you care قال لي لا we want the best man for the job قلت له can you're done عرفت كيف؟ وهون بلشت العلاقة صارت العلاقة قوية معه لدرجة وصرنا صحبي وصرت يحترمني ويحترمه لدرجة انه اجى على لبنان ايه اجى زار لبنان مثلا هلا من بعد منها راح هو على ستاندرد شارتد وجابني على ستاندرد شارتد اوكي يعني مثل ما قلت لك انا اي دونت بليف انه اي دونت ورك فور براندز يعني وقت صغير يو ورك فور براند عرفت كيف؟ برايس ووتر هاوس القميصه تكون تيد لابيدوس وما بعرف شو هودي انت وصغير بس بعدين بتصير انت البراند سو انا بالنسبه لي بدي اروح اشتغل لجاد غصن انا مش ل في اشخاص توثق فيهم ايه عرفت كيف اكزاكتلي سو بالنسبه لي انا على كبر صرت انه اي ورك فور ذا بيرسون مش للشركه سو وهيدي زبط يعني ات ورك فور مي انه ان فاكت انا اللي موظفهم كنت جيبهم بدون كونترا على كلمتي يعني هلا بعرفك على 10 اشخاص بوعدوا انه رح يدفع له اكس بالبونص تبعه وعالك وهيدي شو بتعمل ثقه للمستقبل لانه اذا your word is your bond اذا انا بنفذ وعدي لك مش هيك ما بتنسالي اياها نفس الشيء هذا الشخص ويمكن هذا اللي منيح بالعلاقه بالاشخاص مش بالشركات الاشخاص أكيد. اشخاص اكيد تقدر تدق فيهم يعني ما بقدر احكي معه شركه ما بقدر احكي كونترا بالنسبه لي يحن الكونترا هيك كونترات البنوك شو عملوا عندك مليون كونترا تعال خذ مصرياتك سو اتس اول اباوت الثقه بالشخص انه تطلع بعيونك انا وتقول لي الشغله وصدقك وتصدقني سو اني واي لحقته جابني على ستاندرد شارتد
كان عندي كذا اوفر، كان عندي واحد تاني مع دوتش بانك بالريل استيت، رانينج ريل استيت من الايست مع هيدي شركه اريف، وكان عندي مع باركليز ومحل تاني. المهم انه رحت مع ستاندرد شارت بيكوز اوف ذس جاي، لا فاهمك ليه اجيت لهون. ووقتها كانت نهضتهم يعني، ذس واز يعني هن اللي ما فاتوا بالسبرايم، فهن كانت النهضه. واللي صار هون انه انا كنت نقلت على دبي وقتها باوغست 2 2008، سو هون قبل الكراش يعني تبعهم. هلا هلا عندي انا يعني حسة الشمله القضايا هيدي، عرفت كيف؟ اي دغري وصلت على الدس تبعي، انا كنت الهيد اوف تريدنج انترست ريت ديريفيتيف تريدنج. قلت لهم بده اياه تعملوا لي اناليز هلا، اذا قشط الريل استيت بدبي 60% شو بيصير بالبوزيشنات تبع الشركه؟ قالوا لي ما بتصير هون، هي ما بتصير الكراش بدبي. قلت لهم هيومر مي، عملوها عم نتسلى. قالوا لي بيصير هيك هيك هيك. قلت له بوزيشن بوك انه جاي كيف ما كيف كذا، قلت له امر عسكري دوت. عملوها الدسك وقتها طلع ريكورد اماونت، يعني ما بحياته طلع الريسك لهذا الطبعة، ترقى محسوبك ترقى. بعد منها كمان صارت قصة النخيل ديفولت، كمان عملت منيح، صرت الهيد اوف جلوبال ماركتس والكو هيد اوف ذا هوسن بانك. يعني كان عندي يعني انت كل أزمة فادتك، يعني كل ما في بلد يوقع انت ايه ايه ايه. انا ان فاكت انا از بالاحوال المنيحة ايم ا بي بلس بيرفورمر، بالازمات ام ان اي بلس بيرفورم. يعني كيف انه اذا 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 بتجي الوضع منيحه من للفيلد اللي انت فيه ايه؟ هيدا ضروري ايه، انه عندي حاسه الشم دغري بشوفه. يعني مثلا دبي كراش وذن، عم تحكي وذن وذن ويكس بينت معي انه عنده مشكله جاي، عرفت كيف؟ وانا كنت خايف على حالي يعني انه اذا جيت الكراش بروح بخسر شغلي بخسر كذا. ف وان اي بوزيشن ذا بوك بالشكل هيدا، وات هابن واز انه عرفت كيف؟ صرت بستاندرد شارترد. بعد فترة من الوقت ايه كنت عالي كتير، كان عندي شي 1000 شخص، كان الرافنيو تبعي كنت خاصت بدبي انت ايه، كان مسؤول الشرق الاوسط نورث افريكا وباكستان. باكستان يعني تعرف دي باكستان ايه. كبيري سو كنت الكوهر وده هوسل بانك، ويعني كل شيء مش ريتيل كنت انا مسؤول عنه. عندي يعني شي 1000 واحد مليار ونص دولار بالكوهر يعني بارت، و300 بالجلوبال ماركت، يعني 70 مانجينج دايركتور اللي هو مثل الجنرال يعني بالبانكينج. بس ليش وقت انت عم توصل لهالبيك وبعدك بعمر صغير كيف واحد بيقرر بده يوقف؟ ليش شو صار؟ خيي انا اساسا ما توقعت اترقد ما ترقيته. اولا انا بنضيع بالنتيجه، نحن يعني ضيعه صغيره. يعني انا مش كتير هممني انه يصير عندي برايفت جت وهالقضايا. يعني في ناس بتكدس 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 انه عندي واحد بيقربني انا غني بعده هلا 87 بيروح على الشغل ويجيب مصاري، انه انا ما كنت مهتم بهيدي. اذا انا اليوم معي انف مصاري لحتى اعلم اولادي بمدرسه منيحه واخذ لي سفرتين ثلاثه وروح على مطعم حلو ودخن هيدا السيجار وشو بعد بدي ثيابي يا حن شفتني انه مبهدل. سو ما انا كثير بتعرف ايش حق اثر هذا انه بس ماني بس فهمت شو قصدي انه الاشياء يعني اي نيفر واز انتو ذا عرفتي انه مرقت فيهم انتبه مرقت فيهم كل لبناني بس انه هلا انا بالنسبه لي هاي الاي واتش خلصت وهيدي بعد التو جينيريشنز اجو سو الانترست تغير سو بدي وين راح يعني ماشي بدي راح من هو لوين هو بلشت انه بدي اقعد بكير انا على اساس انه يعني نحن عندنا بوض بالكالكيوتر تبع وصلت في شيء اسمه ذا نمبر هذا بسموه في نسبون بسموه the fuck you number. شو يعني the fuck you number؟ يعني the number إنه يصير معك قرشان لحتى تقدر تقول للبوس fuck you تطلع دغري بدون ما تعطي نوتة. هذا اسمه the fuck you number. هذا حلم كل لبناني. إيه. So بس هذا كولتور اللي تعلمته هناك. So فبالنسبة لي أنا كان إنه عساس إذا أنا اليوم بحب أروح على مثلاً أشرب قهوة عند بلينز مثلاً مرة بالجمعة. وروح على السينما مره بالشهر ده وروح اعمل سكي على فرايا مره بالشهر then if you do it every day it must be even better. هلا what I discovered وقت عملت التقاعد تبعي انه صار معي existential crisis اللي هي the what now moment. انا هلا شو بدي اعمل شو ايه لانه انا كالفا بيرسوناليتي مثلك انت عندنا هالتايب هيدا الفا بيرسوناليتي طب وات ناو شو بدي اعمل هلا فبالاول صار عم فتش كنت على يعني reason for لانه شغلك هو reason for existence صح. انت ما تنسى انه بلبنان إذا بتتعرف على واحد بلبنان شو أول سؤال بيسألك إياه؟ أول سؤال بيسألك إياه بيقول لك شو اسمك؟ إيه شو اسمك؟ بتقول له أنت مثلا دان. دان شو؟ أزي. أزي كسر وين؟ أو أزي شوف أزي هيدا عارف كيف؟ يعني بده يعرف إذا أنت شو دينك؟ شو دينك؟ هيدا الكود بده يعرف عائلتك هو الكود لدينك في ديانة معينة مثلا ما بتبين بتلبي. بتسأل اسم بيك شو؟ عارف كيف بدك إيه؟ هيدا اول سؤال برجع يعني بضل يدق فيها لحتى يوصل بعدين بدك هي نيدز تو كونكت يو لا يعرف اذا هيدا الزلمه بيستاهل انه يكون معه ولا لا شايف سو واتس ذا نيكست كويشن بده اسوسييت يو سمبر امبورتنت بيقربك مثلا انا ماي كيس سجعان ازي بيقربك هلا هون شو بتعمل انت اذا بيقربك بتقول له ابن عمي خيبيه
ابن عمي خيبي انه يعني ما هي زيت ابن عمي خيبي بس بدك تعمل دبل ان امفسس انه ابن عمي هذا ما بيقربك شو بتقول بضلك تقول ايه بيقربني من العائله بيقربني من العائله يعني ما في يا ربني من العائلة او ربي بعيدة يعني ما في قرابي واتسو افر ولا بيعرف مين انت بس بدك بس you need the connection to exist فلبنان فاليوم وقت انا على فكرة هي قوة الطائفية بتعمل لك connections 100% so what is the third thing بدي اسألك شو بتشتغل صح عرفت كيف هلا انا كنت اعمل انا كنت اتمانياك مثلا بيجي بيقول لي شو بتشتغل له موظف بنك ما كنت اقول chairman CEO عرفت كيف موظف بنك so it was عرفت كيف بس انه هون بصير يعرفك الرانك اذا قلت انت مثلا مدير بنك او رئيس شركه كذا او وزير او وات ايفر بس هي كثير بتقول عن اهميه الباكينج اوردر الاجتماعي absolutely. تبعك بلبنان ابسولوتلي سو انت اليوم عندك الموقع الاجتماعي ورتينو الشيخ باك وات ايفر عندك ال مش هيك على فكره عم بتشك انا لانه ايام نتحمل ناس ما بيسوق ايه بس موقعهم اجتماعي منيح صح تحملهم بدك تعطي ايميل صح سو انا وقت تقعدت effectively بالباكينج اوردر اللبناني اي بيكيم نوثينج صح مش هيك؟ صح نوثينج عم فكره بالباكينج اوردر الكابيتاليست انت بطلت منتج ايه 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 ان فاكت في هذا الكتاب شو اسمه The Protestant Work Ethic اكيد قريه انت لانه انت ما في كتاب مش قريه لا مش هلا it talks about that stuff بيحكي عن ليش البروتستانت عملوا احسن كاثوليك وزا وقع عينها ليك ماكس ويبر سو ات توكس اباوت انه انت حتى لو كان معك مسار تشتغل يعني الانتقاد كتير قوي للتفكير الضموري تبعي سو بس البوتوم لاين از بس مش هيدا كان مشكلتي انه بطل عندي ريزن فور اكزيستنس لانه انا اساسا كنت لو كي بليف ات اور نوت سو هون صرت فتش عشتين رحت عملت ماسترز ب اش او سي اوكسفورد عندهم بروجرام كومبايند بالتشينج مانجمنت مانجمنت اورجانيزيشن تشينج سو الاطروحه طبيعتي ديسورتيشن اخذت انا اورجانيزيشن تشينج عامله انا ما كنت اي يوست تو ران ان اورجانيزيشن اعتبرت انه هتلر طلع على لبنان كاورجانيزيشن سو اذا طلع بالثيسس تبعي اتس افكتيف تشينج ات ذا سوسايتال ليفل بلبنان يوزينج سوشيال ميديا الثيسس تبعي اللي نشرتها 2016 17 وريفر عملتها وقتها سو عملتها هي بعدين بلشت شفت القصص بالريل استيت بابل وكذا بلشت اكتب عنها سو هون صار عندي كالت فولوينج يعني في ناس بيعرفوني من 3 سنين هاو دي هن الريل يعني فانز تبعي اللي بيعرفوني لانه انا وقتها حذرتهم واللي سمع مني استفاد من العمليه يعني most of my fans هلا جديد شافوني على مارسيل or somewhere يعني مثل انت سميت الكاميرا you're right بس مش هيدا هو الكليم تو فيم طبعا يعني الكليم تو فيم طبعا شو قلت قبل اللي حيصير اللي عطتك credibility ايه سو هيدا هو سو انا رحت من واحد مجنون in 2017-16 جاي عم بيقول effectively انه the sky is falling عرفتوا هيدا الاستريكس obelix the sky is falling to the sky has fallen بس الفرق مثلا اذا اليوم انا بدي اعمل هلا في 3-4-5 كانوا بنفس المحور حسن خليل جورج ارم غاسبار شربيل اتسترا محمد زبيب الفرق الديستينجويشينج فاكتور انه انا ما كنت عم بحكي على قصه النظام انا عم بيحكوا لنا عن النظام انا شوي بحكي عن النظام صح. بس مش قد هديك انا كنت عم بحكي مور مع الافريج جو مع جاد غصن عم بقول له لجاد غصن وهي كتبته انا بالاخبار وبالنهار ان رايتنج قبل الازمه بالصيفيه ال 18 و19 انه انت دولارك اللي بالبنك البديك الايام ما كنا سمينا دولار هذيك اخترعت كلمة دولار لا بعد ما كنت اخترعتها سميته وقتها نفس الشربة الدولار المحلي بس وقتها سميت الدولار المحلي وقتها ايه. قلت انه هيدا الدولار بده يعلق بالبنوكي مش رح تقدر تحول لبرا مش رح تقدر تسحب كاش ولح يصير اذا بتشتري شقة مثلا الشقة اللي تدفع حقها 400 الف شيك بونكير رح تدفع حقها 100 الف كاش هيدي قلتها وقتها بجولاي اوف 2019 ان رايتنج شوفها بالنهار او الاخبار سو هيدا هو الكلام يعني هيدا هو اذا بدك الديفرنس بين 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 المنظار اللي اخذوه غيري سو انا عم بحكي مور از ا بيرسونال فاينانس ادفايزر اذا بدك رادر تربع الاسئله اللي بتجي وقت نقول دان ازي رح نستقبله شو بنعمل بالعقارات شو بنعمل اذا بدنا نبيع شغله بيجوا عم بيسالوا هن شو بدهم يعملوا بحياتهم سو مثلا شرب الاوفيس اللي كان شايفها كنا سوا مثلا ديسمبر 2018 بالايو بي عم نعمل ليكتشر كنت انا عم بحكي عن البونز وقتها انه المصريات راحوا ديسمبر 2018 بتشوف كيف كان ينسمع هالحديث بوقتها يعني كان الناس شوي اوكي في ازمه اقتصاديه بالبلد بس يا ما قاطعين بازمات بس ما كان حدا بيتخيل انه القصه بتفرط كيف كانوا يستوعبوا الناس يتلقوا حدا عم بيجي يقول لهم هكلها بتفرط ما كان عم بقول لك كان في بيرسبشن يعني عند اللي بيعرفني منيح طبعا بيوثق فيي سو اللي بيعرفني منيح يعني بيعرف تاريخي وعنده ثقه فيي هالتلت هيدا سمع الكلمه وراح وظهر وهودي كلهم عاملين تمثال يعني بظهريتهم ايه هودي عاملين لي تمثال ببيتهم وعندك تلت تاني كانوا مصدقيني بس بدهم ياخذوا شويه فايده زياده هذا او ما لحق بيلعب كازينو ايه او ما لحق عرفت كيف وعندك تلت بيعتبر انه هذا اللي بيحترمني عم بحكي
بيعتبر انه دان زكي كتير وكذا، بس هو عم بيفكر كيف بتصير بامريكا واوروبا، نحن بلبنان وي ار ديفرنت. ان فاكت مره تغديت انا بهديك الايام 18 يمكن او 17 ناسي مع واحد من نواب الحاكم من مصر في لبنان، كنا تغدينا انا وياه بهذا المطعم حد بول بوش بول، هذا مش عنده شاورما مدري شو، عم بخبرته الاناليست تبعي هيك 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 which is very similar to توفيق جاسبارس بيبر، انه هيك 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 نيجاتيف ريزورس كذا كذا. هي اجريد وذ مي بوينت باي بوينت باي بوينت باي. بالاخر قال لي وقت وصلنا على الكونكلوجن انه الانهيار جاي وكيف بده يشير، ما وافقني. قلت له ليه؟ قال لي الامريكان ما بيخلونا ننهار. سو هيز بخوف يعني بخوف اذا ريماركبل ريماركبل عمل لك يعني one of the smarter and famous ones عم بيتكل انه رئيس جمهورية امريكا بده يبعث لك تشكي وقفك من الانهيار، يعني كل اللي عم تعمله غلط انت، بس مش رح تنهار لانه بده في باراشوت هون امريكانية. واللي اللي غريب انه على هيك نوع تحليل معقول يتفق 8 و14، مش بس اللي قريب من الامريكان، اللي ضد الامريكان مش بيقول لك الامريكان ما بيخلونا نوقف. ايه ايه اي اجري اي هيرد ات اي هيرد ات. هلا يعني هلا طبعا مش هيك، انا واحدة من الاشياء اللي برددها على بالانترفيو تبعي بقول انه نحن اليوم مشكلتنا صارت اكبر من اهميتنا الجيوسياسيه، من مركزنا الجيوسياسي بالعالم. تيجي حدا يخلصك لعيجي حدا يخلصك. والاكزامبل بعطيه لتفهمها هيدي، بتطلع على اسرائيل، انت اكبر ريسيبينت اوف فورين ايد من الولايات المتحده، بتاخذ 3 مليار بالسنه، مزبوط؟ ما حدا بحبها اكثر من اسرائيل، سو ما حدا رح يعطيك 100 مليار which is the cost تبع اللوسز اللي عنا اياه هلا. طيب رح خلص بعد بس بقصة النقلة من ستاندرد شارد لسيدريوس تنرجع نحكي شوي عن أزمتنا اليوم ولوين رايحين. شو صار تركت ستاندرد شارد ومبيع على البنك لصار اسمه سيدريوس بنك؟ أوكي سو أنا كنت مركز أعلى من هون قبل ما جيت، وكنت ناوي أنا بدي أعمل لي سنة سنتين بعد بدبي، يعني طلع لي بونوسين كذا وإجي على لبنان اتقاعد بلبنان. سو فتحت البوزيشن بلبنان، عرفت كيف؟ فتحت بوزيشن بلبنان وما لقوا حدا، جربوا كانوا عم يفتشوا على عالم وكذا، في ناس قدمت ما اخذوها، قالوا بدهم يعملوا سيرش برا. سو هون انا قلت بما انه فتحت بلبنان يعني بتميز انه بيجي 1 يير ايرلي، قلت له للمسؤول قلت له انا بيجي انا بعملها، يعني جيت 1 يير لس ذان كنت حاضر اجي، بس ما بدي روحها من ايدي انه يعني بنقل بيسكلي على لبنان بعمل تست درايف اذا بدك على حسابهم. هي كانت القصة. سو جيت على لبنان وعطوني وقتها انستراكشنز اباوت وذين مانس من ما نقلت يعني انه بيع البنك. وعلى فكره هلا عم فوت بشيء هون، بس انه البيبر تبعنا كنا نحن يعني معتبرين انه يمكن بيجوا اثنين بيشتروا للبنك، انه ما راح يجي دماند كتير، عرفت كيف؟ الوضع منه مش ولا لوك ايه. ومش بس البرايس، اذا بدك خبرك القصه كامله، يعني نحن كنا متوقعين بالبيبر تبعنا انه البوك انه بينباع البنك ب 0.85 تايمز بوك. اوكي فقلت انا رحت لعندهم انا الانجليز الشير هولدرز، قلت له انا بشتري انا موظفين بنعمل لورج بقى بنشتري نحن ب 0.75 بوك قبل ما رحنا على الماركت. قالوا لي فاين بس روح جرب 70% تقريبا من البوك فاليو. اوكي قالوا لي فاين بس روح جرب بالاول اعمل بيتش. اوكي رحنا نعمل بيتش، كان في عنا ادفايزر هون واحد معروف يعني اسمه، رحت لعنده انا ما بعرف كثير عالم لبنان، رحت لعنده انا لنقصم مين ما نعمل بيتشز لانه للبنوكي نقى هو اللي عنده علاقات معهم. اي جيف هيم النص تبعه من عدد شيء اثنين اللي عندنا علاقات معهم نحن وقصمناهم اون ذا سوي، يعني كل واحد بيروح بيحكي مع عالم. صح. سو وي ونت اند ذا بيتش، يعني انا واحد هون من الشباب كتير ابضاي يعني من النمبر 2 تبعي كان هون، اند وي ونت اند ذا بيتش يعني اند عم اجا على فكره اجا 22 22 نون ديسكلوجر اجريمنتس. هذا الانترست اجى، انت ما كنت متوقع يجي اثنين؟ مش انا البيبر تبع الشير هولدرز متوقعين يجوا اثنين يعني يجوا اثنين ونقد واحد مثلا. 22 بيد اجى، مش بس هيك لو فتحناها تو انديفيدجوالز كان اجى 100 بيد. طب فسرنا اجى اجاني عالم بتصير هاي ببلد هلا بخبرك في تخمه بنوكي. ما لا خبرك شو قال لي الحاكم. صور انا طبعا عم بجتمع مع رياض سلامه انا افري مانث مثلا على القصة. سو سألته للحاكم قلت له سعادة الحاكم ما عم بفهم انا هذا بنك مثلا عم بيخسر مصاري شو اسمه انه كيشو الانترست. قال لي الحاكم وقتها بدي خبرك قصة. قلت له شو؟ قال لي كان في بنك اسمه بعتقد اسمه جعجع، كان في بنك اسمه جعجع بنك جعجع شي هيك. قال لي كان في بنك اسمه جعجع بدهم يبيعوا جماعة. فقلت لهم انا انه قال لي بدي بيعه بس بدي خلي الاسم.
فيني خلي الاسم؟ قال له فيك تخلي الاسم بس بدك ليش تخلي الاسم. قال لي في مرض بلبنان. هو الحاكم يحكي في مرض عم تقول له بدي بيعه بس بدي خلي الاسم. هو عم بيخبرني عن بنك جعجع. عم بخبره جعجع عم بخبرنا قصه قديمه بيع البنك ايه. بس خلوا مش جعجع سمير جعجع هذا ايه بنك جعجع ثاني لنكون واضحين انا افتكر الشباب. قال لي في مرض بلبنان انه انت عندك اليوم شقه بالبلاتينوم تاور, عندك شاليه بفقره, عندك البورتيميليو شيك, عندك اليخت بالمارينا, عندك الفيلا بساوث فرانس, عندك البنتلي, شو بعد ناقصك؟ بنك. بنك باسمك. للتفشيخة كمان نرجع على السوشيال ستاتس. Absolutely. You will not believe كم أشخاص إجوني بدون يشتروا. يعني هو زوب لبنان إجا لعندي. هلا إجا الحكي. مش من وراء بزنس ستادي. لا 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 لا. It has nothing to do. يعني it has مثل ما قال لك الحاكم القصة. So هون أنا what I did was منعني. قال لي لا بدي نزل الرخص. So he says no. يعني كان بهديك من هديك الايام بده ينزل عدد الرخص. عارف من هديك الايام انه 65 بانكس تو ماني. سو منعني. قلت له انا كل واحد يجي لعندي له روح اذا الحاكم بيقول لك ايه تعال روح له. ما اعطى ابروفل لحدا. ان فاكت واحد من الشير هولدرز كان واحد من البيدرز اند ذن عرفتهم على بعض وصار شير هولدر يعني جمعناهم سوا. المهم انه 12 بيد اجا اند انا ما بدي فوت لانه في تفاصيل انه اتس برايفت بس بيسكلي واحد من قدمه هندسه دروس and they bought it and that's it they had the best price and simple as that. يعني لا في واسطه ولا ماسطه ولا شيء. they simply got they, in fact في برايس اعلى منهم بس it wasn't allowed لانه individual. بس فيك انت هلا بتصور مش انت حتى يمكن في سوري في قصه ثانيه هون. وقت انا جاي على لبنان بلدي one of the things I did was هلا بيسالوني انا كيف بدنا نربح البيد شو اعمل انا مثلا انت جاد بدك تشتري البنك قال لك ليك طبعا السعر اهم شيء قال لك بعدين انا ماني الاونر تبع البنك بس لو انا الديسيجن ميكر كنت انا اذا بتخلي موظفين ما تشحطون مور بعطيك برايورتي بس انا مش الاونر تبع البنك. هلا طبعا على اللبناني شو فهم مني هو فهم انه ريتنشن خلي موظفين. انا بالاول ما كانش عندي الاوثوريتي اعمل هيك انا من الشير هولدرز مش كتير يميني راسك كمان بكم شغله انه this is على فكرة it wasn't يعني it wasn't as attractive as you think. هلا بخبرك بعدين القصة. so بعدين رحت عند الشير هولدرز قلت لهم انا نعمل هيك. قالوا لي ليش ما نعمل هيك شو فرق معنا. قلت له خيي two reasons. اولا لانه انت سلوغن تبعك here for good فصار عم يضحكوا علينا الكلاينتس انه here for a while so here for good. التاني الجود يعني لازم يبقوا. تانيا بتوفر حالك ال severance packages so قبله صارت official. so هون packages يعني وقت بدك تشحط حدا بدك تدفع له ايه so هلا so صارت البيد هاي اول مره بتصير بلبنان. البيد بيعطي رقمين قد ايه السعر بده يدفعه والقد ايه percentage of retention. التوب 5 بس تنشرح يعني percentage of retention يعني اول شيء بده يحط لك سعر البيد قد ايش بده يدفع لياخذ البنك. ثاني شيء بده يحطه قد ايش بده يخلي من الموظفين بالبنك. so الافرج كان 92% من الخمسه يعني كلهم تقريبا ايه. وقت الحاكم هناني عليا قال لي يو نو يو سيت ان اكزامبل وكذا يعني انبسط فيها كتير الفكره. وحتى النقابي صرت صاحبي انا وجورج ذس واي بيعزمني مرات جورج حاج رئيس النقابي لانه عملت شغله. اول شيء انا رحت اجتمعت معه ايرليير يعني شو بيصير هون بلبنان عاده بتشتري بيع بنك اخر دقيقه بتروح بتلفنه لجورج مثل كانه شيء واحد. انا شو عملت انا رحت لعنده دغري قال لي شو قررتوا مين رح يشتري. قلت له بعد ما قررنا. قال لي شو بتشتري معي. قلت له ما انت مهم القصه كذا وصرنا نجتمع ايه. هو تفاجئ لانه مش معود انه يحكوا معه بالاول عاده يعني بيكتشفوا اهميته ليتر وقت يعرق لهم الرايعه عرفت كيف. سو انا من الاول عم يعني عم بحكي معه من الاول keeping him in the loop. بس فينا براحة بال بتصور حتى رائد غوري ما راح يعارض انه بيندم شوي على هذا الشيء اللي صار. انت طلعت ربحان من الفلة. هلا ليك it depends انه اليوم انه هن كمان ما تنسى هذا طموحهم. انا مرات بحط الواحد طموحه ما بيعدله عرفت كيف in a certain way. يعني هن مش مبارح طلعوا فيها من هن والجامعة هو فادي كان بدهم يوصلوا لهون. هلا ما بعرف اذا ندمان مش بتسألوا له بس انه I know انه it's not انه هيك suddenly هيك لنحن نشتري بنك. لا انه عنده نية طموح من هن وكانوا بالايوبي مع سوا عرفت كيف. هلا ما راح فوتك بقصة سياسية لان بعرفه القصص personal بس هذا البنك محسوب بالنقاش العام على القليلة على العونية. هذا الشيء أثر بقصة البيع وكذا فيك جيو فيك أول شيء هذا it's not true it's fake news. يعني ليش منه عوني البنك لأنه أولا
في رائد اكيد مفهومه, وزير كان عوني, هو عم هو عوني ومش عوني يعني, بمعنى انه هيز ريليتيفلي معتدل يعني, مش انه هيدا. بس اذا بتطلع انه اذا بتطلع بشريكه, مشريكه من امه بيت الصلح من جامعه الهيدا, في غازي يوسف بورد ممبر اللي هو من جامعه تيار مستقبل, ايه في عندك العتيق من جامعه القوات, يعني اتس هوز هو بكل البنوك, بكل يعني اتس حزب الدولار اتس ا بنك اللي عنده شير هولدرز من جميع, وعنده خليجي عنده شيء 20 ايامي انا كان شيء اتليست 25-30%, وما في حدا عنده اكثر من 10-12%, وهن هوزو يعني الاغنياء اللبنانيين والخليجي اللي برا عن الحزب بيكونوا وين ما كان ما له عليها. ايه سو اتس نوت ترو هالشغله هيدي. هلا كان في بنته بنته للرئيس كانت عندها كونترا معينه بوقت معين, بس انه ما تنسى انه هيدا دازنت مين اني ثينج, صرت اني منه بالباور ستراكشر اذا مثل ما بتعرف انت منه كتير سيجنيفيكانت اليوم. اذا ما نروح على اوضاعنا اليوم, لا بس صار في وحده تانية طبعا انه عمل لهم هندسات سبيسيال يعني, انه أيه. رياض بديك الايام اذا انت رحت لعنده بدك دولار معك دولار كان عملها, كان عملها ما بده وصلت تعمل له يعني عليكم عنها كانه بده وصل. هي يمكن الاشكاليه بوقتها انه بتذكر انا طلع حدا من المصرف ببرنامج كلام الناس بوقتها طلبها علنا, واللي هي كانت مفاجاه لانه عاده تبرير للهندسات كانت انه عم بيحسن الريزيرفز تبعه, اجى قال نحن ما لحقنا سنه الماضيه عملنا اياها لنا, فهو كان عم يعملها للكل, بس طريقه الطلب كمان كانت غريبه. ايه هيدا مثل توم سوير بالطلع عشان قاري توم سوير كيف الدهان. سو توم سوير بكتاب بكتاب التوم سوير انه اجوا قصصوه يدهن الفانس نهار احد بدل ما يلعب, سو اجوا الاولاد عم يضحكوا عليه لك هيدا عم يدهن, قالوا لا انا مبسوط بحب الدهان, قالوا عن جد فينا نجرب, قالوا بك تدفع لي, صار دفعهم للشباب ليدهنوا له اللي هو قصاص. فهون عم بيعمل لك دفعهم جميل, ايه هذا artificial scarcity value. مين ما اجى عندك دولار انت, عندنا نحن دولار من اليمن, قطاع المصرف اليمني عنده بونزي على البونزي تبعنا, عندك مصاري من العراق سوريا, ما بقي حدا مان ما فات لهون ليش تيجي تقول لي انت انه عامل له واسطه, عرفت كيف يعني؟ ليتس جست سي انه مش كتير صعبه يعني, يعني مثل وحده بدها اياك وعامله حالها ما بدها اياك, عرفت كيف؟ اذا بقى نحكي اليوم بالازمه اللي وصلنا لها, ما رح نرجع نفوت بالشرح, بتصور ما بقي حدا ما وصف كيف وصلنا لهون. جود لانه زهقت احكي فيها. وصلنا لهون اليوم, ما توصلنا لهون, شو اكثر شيء فاجأك من سنه ونص لليوم بكيف تعاملنا كبلد مع الازمه؟ اوه هيدا سؤال حلو. اول شغله فاجأتني انا اعتبرت وقت صارت الازمه, اول شيء انا ما مش من هود اللي بيعتبروا, او كنت فكر هيك بس I discovered later مش مزبوط, انه ما يسمى بالطبقه الحاكمه انه هن اذا كفايه مصرياتهم برا وعلقوا الشباب وهن هربانين ومبسوطين, لا مصرياتهم كانوا عالقين هون. سو وقت الازمه happened انا اعتبرت في شويه كارما بالمجتمع بالكون, انه الزعماء اللي من خلال بعض منهم من خلال زعرانتهم زعماء وغير الزعماء بعض منهم من خلال غبائهم علقونا بهالمشكله رح ياكلوها مع الشعب, ان فاكت رح ياكلوها اكثر من الشعب لانه معظم مصريات مصرياتهم. وقت ما صارش الكابيتال كنترول, وهي اول مره بالتاريخ بيصير كابيتال كنترول بدون قانون, مع غبائهم قدروا يهربوا anyway من بعد اكتوبر 17. وهي اكثر شغله سجل. الشغله الثانيه اللي فاجاتني ان اليوم كنت مع عم بتغدى مع دبلوماسي غربي, كمان قصه يعني انه اتس ريماركبل ريماركبل كيف عم بيقدروا يتركينا وتركينا, عرفت كيف؟ تركينا وتركينا. الشغله الثالثه اللي هي شغله لازم احكيها للمعنيين, ولح احكيها للمعنيين اذا اجتمعت معهم باليومين, اللي هي انه اليوم انت بدل ما تتشارع على اسم الوزير او مذهب الوزير او عدد الوزراء او التلت المعطل او ما بعرف شو البرنامج, صح شوف البرنامج, شو الفرق بين برنامجك وبرنامجه, شو جايين نعمل, عرفت كيف يعني؟ قرروا على البرنامج شو هو, التوزيع العادل للخسائر او مش توزيع العادل للخسائر, هيركات مش هيركات, بيل ان مش بيل ان, بدك اي ام اف بدك, قرروا على النقط, اكتبوا الخطه تبعيتك, روح قول له خليه يعمل لك فيتو, هلا هاي بدي اياها هاي ما بدي اياها, يا بتفوت يا لا, يا بتفوت لا وقرر فيها لهي, لانه هي اهم بكتير من الاسامي. شو بيهمك الاسامي اذا ما فيك تعمل خطه, خصوصا انه اذا ما فيك تعمل خطه فهي بتتبهدل. يعني انا محلهم الطريقه اللي بعملها فيها, اوكي بروح انا كل هول الاحزاب بعمل خطه, امبارح عزمني حزب احكي معه, اعطيته البريف وحكينا فيها يعني انه شو هن النقاط, الحق مين, وين هيدا, وين كذا كذا, انه عمول برنامج من هالنوع, عمول كومباريزون, شو البرنامج بيقول تبع شرب النحاس مواطنون ومواطنات, شو البرنامج تبع سبعة, شو البرنامج تبع الكتائب, شو البرنامج القوات, شو التيار, مستقبل الغرب. حزب whatever, اجمعهم شوف وين القواسم المشتركة, وين الاختلاف, وكيف هيدا عمول هاي بالاول, لا
لانه هاي هي الحل. مش الحل اذا انا ماروني او سني او شيعي بمركز معين. عرفت كيف؟ not to mention 24 وزير. Are you fucking kidding me؟ عبالة دلقد صغير يعني. اليوم كتير الحديث عن الاحتياطي وسعر الصرف والدعم. اذا كملنا هيك اللي هو ما بعرف قديش فينا نكمل هيك لانه في وقت بيخلص. صح. شو اللي بتتوقعوا هون؟ نرجع نحكي معك هلا كبيرسونال فاينانشال ادفايزر. شو اللي بتتوقعوا بتراجكتوري للاشهر الجاي؟ اها هيدي انترستينج بوينت وبارت اوف جوابي انسبايرد باي يو. اول شيء عندك عم تستهلكوا ابروكسيميتلي 1 بليون ا مانث انت. سو هلا في طبعا وات از ذا نمبر؟ النمبر اليوم 16 مليار ريبورتد. I'm one of the few people that believe it. في شك بالرقم. So عندك مثلا نقول محمد thinks انه في شي 8000 زبيب. ايه. حسن خليل صديقي كمان. محمد صديقي. حسن thinks zero. قاله على التي في. ما بده حق هذا. في شخص مهم سابق بوزارة المالية بيقول four من كم شهر كمان. So close to zero. طيب. هلا ولا حدا منهم هاو عنده معلومات معينه. محمد عنده the most justification لل 8 بلو على فكره اللي هي بيقول انه عطى ريزن يعني بدل ال 16 بعد 8. ايه شيء هيك. حكيت مع كمان دبلوماسيه من 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 من, من سفاره مهمه. they think انه يمكن في 3000 maybe. اوكي بس regardless البرنسيب بعده ذاته. إذا معك 16 13 it's not a big difference. بس إنه أنا I believe 16 ليه؟ لأنه أول شيء عندي a few people that are عندي علاقات طويلة معهم. يمكن ما يخبروني كل شيء بس I find it hard to believe علاقة 10 أو 15 سنة كذبوا علي مثلا. عرفت كيف؟ فهمت شو قصدي؟ يعني حتى لو أنا وياك عنا مراكز مثلا ما هيدا مش هتيجي تكذب علي هيك face to face. تاني يعني اللي بده يكذب ما بيخبي. عرفت كيف؟ بنظري انا يعني انت في كتير اشياء مش عم تنشر. لو بده يكذب بينشرهم كذب. عرفت كيف؟ بس هو ويرد انه انت بمصرف مركزي ما بخبرك رقم يعني عم نقدر. هذا موضوع تاني وي كان جيت انتو. بس سو اني واي 16 1 بليون ا مانث يعني 16 شهر معك انت بيسكلي لبنان جوز تو القرون الوسطى قطع كل شيء. اذا بعت الذهبيات ات بايز يو دبل ذا تايم رايت. هاي هي سمبل از ذات. هلا بالنسبه لمجاعه وفنزويلا والقضايا هيدي البست موديل يعني الاكسبات يعني الاكسبات بصير البلد ويلفير ستيت يعني المصاري عم تيجي من الاكسبات بيمنعنا نوصل ل يعني في فلور ما بننزل بلوهت. وانت اعطيت كمان ان انترستينج فيو بوينت لحعيد كلامك اللي هو اذا فل 500 الف لبناني اليوم مهاجر هي هذا الاستهلاك نزل باي 10%. وإذا هن بعتوا هذا زاد الريميتنس بتاع بس خوف انه so at some point بتعلى انت يعني انا كان الخوف عندي يكون تتحافظ على السيستم مثل ما هو قصد من دون ما تقول على ما حدا في يقول هيك شيء هذا جريمه يعني بحق المجتمع بس تكون انت عم تدفش الموضوع ليوصل لهم. بس طول عمره هيك الموضوع. ايه بس الموضوع حيكون شوكينج. ايه بس الموضوع طول عمره ديبندنت على انت انك ما يكون عندك ما تعطيه للولد للشاب او الصبي بلبنان opportunity. وهو اساسا قبل الازمه الشاب اللبناني عم بيفكر يهاجر. عارف كيف؟ صح. انت اليوم قليل جدا يعني مرات انت بتلاقي موظف بنك تلر شيء بالبنك تنبسط فيها الشغله اذا عندك واسطه قويه. صح. بس باي اند لارج انت اذا بتحكي مع الافريج بيرسون الافريج بيرسون كان بده يفل اساسا. عم تحكي مش 18 بال 17 بال 16 بعرف من عندي انا قبل ما يوقع البلد. صح اكيد. سو اساسا ذا سيستم واز ديزايند مش ضروري على قصد يمكن ايفولوشن ما بعرف it could be evolution. صار يركب بالشكل هذا. اذا انت ما فيك تشحطه للكبير بالعمر قلنا من 60 ل 64 لانه في نقابه حميته في كذا ومذا وحرام وكبير بالعمر بصوت بالانتخابات ما بدك تخسر exactly. exactly. هو الباترياركي يعني بيقول له للصغير يصوت لهيدا اللي عم بيمنعه يشتغل انيها بنسميهم فتيح نحن فتيح انتخابي. سو هيدي بس انه هيدي اتس يعني اتس سبايك اذا بدك باترن موجود. السبايك مرق بالثمانينات تسعينات رجع نزل وقتها بلش يستهل البلد بس ضل برضه في هجره 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 رجع. صح. بلش يطلع مثلا من 3 4 سنين وقت الريسيشن كان في ريسيشن صار له زمان ريسيشن وهلا في سبايك كبيره. هلا اللي عنده باسبور بده يفل. اول شيء عندنا باسبورات اكثر بكثير من ايامي انا. انت ما تنسى قديش في نسوان بيروحوا بخلفوا بكندا وبامريكا يعني هو كلهم هذا دغري بيحمل حاله بالطياره بيفوت بيلبط البيت بيفوت. هاي ايامي ما كانت موجوده. هي لو ما في كورونا كانت يمكن الارقام بتكون اكبر بكثير من اللي عم بيصير يعني. سو عندك هاو عندك اللي عم بيجربوا يعملوه and it's happening every day. هلا في شغله كان يقولها شرب النحاس عن قصه انه نحن ما بنصدر شيء
فمنصدر ناس صح ابسولوت. هاي السلعه ما هي 100% هي هاي الريمتنس هيدا اللي عم نبيعه نحن. سو انت هيدا اذا بدك اللي بتعتبره البروسبكت اذا ما نكمل هيك. هلا الهجره بدها تصير anyway, بس انت ما هو anyway بدك توصل على هذا الايكوليبريوم اوكي يعني. وطبعا بعد في الديبوزيتس يعني هو الحل توزيع للخسائر التكنيكال توزيع للخسائر. طبعا نحن عم نطالب بالتوزيع العادل والسريع للخسائر, بس التوزيع للخسائر بده يصير غصب عن رقبتنا انيهم. طب في ناس هون يعني اليوم البنوكي انا عندي معلومات اليوم من قلب جمعية المصاري ما بقى بدهم اي ام اف, انه عارفين بالاول كانوا مفتكرين بيعملوا قبل انه بيروح عند الاي ام اف ناخذ قرشين ويفكوا عنه بس هلا اكتشفوا انه ما بيقبلوا بيل اوت. فاليوم بالنسبه لهم دي لايك الخطه اليوم الخطه مصرف لبنان تبعيه عم بيطفر خسائر. ما تفكر انه ما عم تشتغل اليوم في خطه عندهم اياها عم تشتغل وتهابني افري داي. كل يعني نسحب مصاري كل ما واحد يبيع يسكر دين كله هذا 100 نزلوا من 180 ل 140 مليار دولار. شو هذا هي شو ده 40 مليار يعني. 40 مليار دولار بظرف سنه بريسيشن كيف يعني ما عم تطفي حالها. هلا البروبلم تبعيتها ليش معقول هتكمل وفعليا ما يعوزوا اي ام اف في امكانيه. لا بدك تعوز الاي ام اف اني واي اذا كملوا هيك, لانه اذا استهلكت الريزيرفز طلعت الكهرباء بدك تستعمل اي ام اف. سو نحن المارج اللي معهم يلا يكملوا. ما بعرف شو عم يفكروا لانه بده يوصل. اذا اعتبرنا هيدي الهايبوثيسس هيدي الفرضيه المارج تبعها تضل شغاله مثل ما هلا شغاله توزيع الخسائر على الناس صح, هو قديش هالريزيرفز قد يعطيهم وقت. ايه بس المشكل انه it postpones the problem. يعني بتضلك مدير بنك بتضلك لبس الجرافات الارماز انت بتضلك مسيو مدير وقت تفوت وهالقصة كلها, بس بعد 3-4 يعني 3 سنين لنقول ماكسيموم بدك تنلقط فينيتو. عارف كيف؟ فنحن عم نطالب فيه ليه بدنا نحن التوزيع. كيف البنوك بيكونوا ما بدهم اي ام اف؟ يعني ما هني طالما عارفين انه هيدي ما لها حسب مين يعني البنوك. اذا انا صاحب بنك اليوم, اذا انا صاحب بنك بملك موست اوف ذا شيرز عارف كيف؟ ما بدي بيل ان. شو يعني بيل ان؟ يعني بتقشط يعني الشيرز بتكبني انا بطل انا بيل ان لك البنك مش هيك؟ هيدي بروبلم نمبر 1 عنده اياها طبعا. بس ليش بده البنك؟ ما البنك مفلس يعني شو بده فيه؟ خيي مرات ما هيك بفكر انت. ما هي مرات اتس اباوت الليجاسي تبعيتك, اتس اباوت بنك ورتينو من بيي, اتس اباوت عمرت البنك من مشي هذا ماي بيبي. اتس ديفرنت يعني. مثل في ناس بيقول لك مش عمليه حسابيه, مثل في ناس بيقول لك انه مثلا وان اوف ذا ريزنز ليه اللي بيفكر انه معه صفر رياض سلام اليوم ليه بيقول لك لو ما معه صفر مثلا ما كان وقف الكهرباء عن شو اسمه او ما كان عامل اكس. ما انت عم تحط حالك محله. ما بتحط حالك محل واحد صار له 27 سنه عنده ليجاسي بده يحميها. ما عنده ليجاسي الزلمه بده يحميها. شو الليجاسي تبعيته؟ الليجاسي تبعيته انه احسن حاكم مصرف لبنان بتاريخ لبنان او البشريه. هلا طبعا تغيرت هاي ما بقى في بيعه هاي, بس بعد في شيء يعني كانت ال1500 هي المحدده هالشيء هذا ليش هو احسن شيء. طبعا هيدي فشلت ال1500. طب شو النكست ستيب هلا اذا انت محله لرياض؟ انت ما بدك يخلصوا الريزيرفز قبل ما تخلص ولايتك سبلزات مزبوط. اذا خلصوا الريزيرفز مثلا صاروا صفر مش هيك؟ شو بيصير فيه؟ خلص خلصت اللعبه. خلصت اللعبه بيطلعوا عليه على المكتب. شوف كيف سؤال يعني طالما هي كنترولز ذا بيرس ثينجز المصاري ومعه مصاري طالما بعيش. اذا انت محل رياض سلامه حاكم مصرف مركزي بكره الصبح كيف تتصرف؟ هلا اول شيء انا محله ما كنت جددت. كنت رحت انا محله بال2016 17 كنت حملت حالي انا طرقت خطاب طويل عريض مثل ماك ارثر old soldiers don't die they just fade away. بزعيف زعيف من الشعب اللبناني بطل مش اسمه فليت على الكود دازور اتشمس بيجي جاد غصن محله بيفرض كل شيء بعد شهرين بيبلشوا العالم هالحمار جاد غصن لو بعده رياض رجل. الثوره كانت حامله رياض سلامه في البريزيدنت. هذا اللي وراي وود هاف دون. هلا ليه جدد؟ انت كصحافي استقصائي فايند اوت. اي هاف نو فاكينج كلو ليه جدد. نو كلو. متى جدد؟ اذا انت اليوم شلنا رياض سلامه واجا واحد محله, لانه انا شخصيا من رايي انه اصلا ما في يعمل كثير. المشكل مش عنده, في ما يعمل خوزيء ايه بس ما في يعمل كثير للحل. الحل بده يكون بالحكومه. يس نو بس في يعمل بلا مثلا بيوقف الطبعه 3900 شو بيصير ساعتها؟ ساعتها بتضطر الحكومه تعمل بتقول لهم انه ما في مصاري مان. ببطل يلعب دور يعني ببطل يلعب دور اللي هو تنفيسي اما هو الاداره. سو يعني في يفرض في يعمل. لا في اليوم في حط ايده على البنوك يا في يعمل بيلن هو صح صح يعني في كتير في يعملوا. انتبه هاي البوزيشن كتير قوية كتير محصنة. هلا طبعا لازم يشتغل مع وزير المالية والحكومة, بس فيك تعملها فيك تضغط عليهم كمان بشكل انه تزركهم.
في يلعب دور ليجبرهم فيك تزرقهم يعني فيك تزرقهم فيك تتعامل معهم فيك تتعاون معهم في there's a lot of permutations لهالشغلة هاي بس الطريقة المثالية هي إنه تفرض الحل اللي هو أنا الحل اللي عجبني هو الخطة تبع حكومة حسان دياب ما قبل الأخيرة ما قبل الأخيرة اللي مش اللي طلعت مش طلعت قبل قبل ما عدلوها طبعا فرموها مجنون هاي الخطة هي الكي للخلاص لبنان بأشهر ليه لأنه بتوزع الخسائر بتوقف هالكليمز ضد هذا all of a sudden بيصير معنا 33 مليار دولار تصرف فيهم مثل بدنا عرفت كيف ساعتها فيك تعمل انت investment فيهم فيك تعمل يعني فيك تعملهم بانفستمنت بطريقة منتجية لتشيل حالك من المشكلة. ليش برأيك رياض سلامة بوقت اعترض عليها وكيف بهالسرعة لجنة النيابية راح تفجرت الخطة بهذا الشعار تبع انه نعمل منخفض الخسائر حلوة هاي خفضونا الصفر زيد هيك بالعكس عملونا ارباح ووزع ارباح ونظرية اعادة تكوين الودائع شو معناتها انا ما بفهمها بس واحد بدي يشرحها شوي للناس شو عم بجرب يقول اللي بيقول هيك انت دير الشيمية ايه بس ماني كنت شاطر سؤال لك شو دوزي اعادة تكوين الودائع سو قاعد انت لابس مريول ابيض بابو تحت الارض عرفتون مع بانسن بيرنر هون سيلندر لابراتوار تحط هون مثلا هيدروكسايد حط لي هون صوديوم كلورايد خلطهم عرفت كيف بفرخوا يعني اولى جيب لي عرفت كيف جيب لي البوتاسيوم اذا خلق الدولار طبعا الشعب اللبناني والمودعين قاعدين ببيوتهم ناطرين وبتبعت لهم دليفري للدولارات هاي هي نظريه اعاده تكوين الودائع سو اتس بولشيت ما في شيء اسمه اعاده تكوين الودائع في عندك دولار بتجيبه من برا ليش مشوا بهذا المسار هلا ما بعرف هيدا انت كصحافي استقصائي بس اذا بدك نظريتي انا نظريتي انا انه في بلبنان ما بدي احكي مثل محمد زبيب اوليغارشي وكذا بس في حزب خفي بلبنان اللي هو خارق كل الاحزاب اللي هو المصالح الخاصه يعني في عندنا شيء مثل كيف بامريكا في لوبينج في عندنا لوبي جروب قوي كتير هون اللي هو خارق يعني خارق الاعلام خارق انت بتعرف بس بالازمات مش مفروض هول يفوتوا ببعض يحملوا مسؤولية حق عليك مرات بيفوتوا ببعض يعني أنا مثلا دايما عندي سؤال أنت رح تعرف فيه أكتر مني هذا ما عندي كتير جواب عليه هذا القطاع المصرفي دايما نحن بنحكي أنه المصارف طب أنا بالنسبة لي إذا واحد بده يشيل شوية الشعبوية على جنب ما منه نفس الشيء في بنك هالقد في بنك هالقد في بنك بيحمل يمكن شوي ايه اكيد اكيد ليش بعد ما بينوا بخلافاتهم من طيب انا هيدا مثل قصه الدوله ما في شيء اسمه مصرف او دوله يعني انا وقت اقول عم بحكي انا عن جروب معين من المصرفيين الاونرز يعني المصرف التلر شو له عليها احترق نفسه مش بس التلر بين البنوك بين بعضها ما في فرق في بنك عليه كله فاتوا بالهند كله حين عطيتها الميتافور عطيتها انا هو الكوكايين على الطاوله كلهم شموا الشباب ما في في ناس قال من ناس عرفت كيف بس كلهم شموا ما في حدا بقي برا كلهم شم كلهم عندهم مشكله كبيره ايه ايه هي المشكله كمان صارت سيستميك يعني لو على جناها بالاول كان فيك تفرق بين بنك وبنك كيف يعني يعني لو ما عمل الهندسات الماليه سنه 2016 والريزيرف تهدد من وقتها كان اوضاع البنوك احسن اكيد لو انت بدل الهندسات الماليه عومت الليره وقتها يعني عملت اللي عم تعمله هلا كان اخف كتير وقته ان فاكت لو عومته بال2008 هيدا كان البيرفكت سيتويشن انا بالألفين هون انا ما راح املك اياها لك بس اذا بدي انا احلل ليش صار هيك كان وقتها عم بينحكى عن اما انه في علاقات سياسيه بتجبره انه يلعب هاللعبه للحاكم المصرف المركزي اما بال2008 او 2016 اما رئاسه الجمهوريه لانه كان وقتها في فراغ برئاسه الجمهوريه وكان هو من الناس المطروحه ايه انه اليوم عم بيأمن له انه هالسيستم ياخد عمر اكتر ايه اكيد انه probably correct انه ما الاناليز هيدا مش عاطل بس still ما بعرف الكالكوليشن كيف كانت انه بيقدر يصبر يعني اكتر من سنة سنتين لانه حتى لو اجوا سادم بيقولوا بوقتها كان في باتينج على انه اعادة الاعمار بسوريا قربت اما قصة الغاز بالبحر انا رح خبر خبرية عن واحد بس لا قصة الغاز بالبحر ما بتجيب شيء لسبعة عشرين بس اسمع انا في حدا بشهر واحد 2019 هو صاحب بنك كنا بعشاء وصار في هالجدل انا وياه وانا عم بجي اقول له انه انتم عم تلعبوا لعبه قمار انه هذه قصه انه الضاين قديش بدها الضاين بعد وانا ما كنت بعرف قديش بالضاين صراحه بس كنت واحد عم بيعد انه قربنا بيجي هو بيقول هو بيقول لي كنا بفبروري انا بتذكر حلك لانه قال لي 12 شهر بعد اعطيني 12 شهر بعد قلت له ليش 12 شهر قال لي باخر هالسنه شركه توتال رح تخلص تنقيب الاستكشاف إذا عملوا مؤتمر صحفي بشباط سنتجي وقالوا لنا إنه طلع فيه غاز لو هني بدهم 6-7 سنين ليشيلوا الغاز نحن فينا نبلش نبيع الفاليو تبعه بيرجع ستاتشر تبعنا نحن بيعلى بيصير يقرضونا بالدولار عن جديد ما في عنا غاز قلت له طيب إذا قالوا لك ما في غاز تحت الأرض
العود بسلامتك سكرنا الدكانة بطل في بلد. سو كان في رهان هالنوع. I think انه هيدا رهان غبي للأسباب الآتي. اول شيء probability انك تلاقي غاز بوقتها كانت 38%، يعني عم تصرف شغلة ما عندك اياها. تاني يعني لو لقيت غاز اول دولار بيجي بعد 7 إلى 10 سنين، اذا اجا اول دولار بعد 7 إلى 10 سنين اذا ما سرقوه بيجيك مان بديك بيان، عم تحكي مليار مليارين مليارين ونص دولار بالسنة، اللي هو 1 month 2 months of balance of payment. سو هيدا رهان اساسا غبي. واساسا انا ضد القضايا تعمل بيتنج على الغاز والكذا، لانه ريسورس كيرس للمجتمع. الريسورس كيرس، ما في بلد بالعالم ازدهر او نجح من خلال انه يتكل على انه يبيع الموارد الطبيعيه غير بلد واحد، اي النرويج، لانه ما استعملوا حطوه بفند. اكزاكتلي. غير عن هيك كل فنزويلا كلهم بلدان يعني باسكت كيسز، لانه بتصير كسول اكثر. ما احنا اساسا عندنا غاز ونفط، كان ميتافوريكلي شو هو الاكسبات، مصريات الاكسبات المغتربين، مصري هيك عملنا استهلكنا مصريات، عم بفوتوا مصاري على البلد من دون قوه انتاجيه جوا. اكيد. سو نحن هذا هو الموديل تبع انك تلاقي نفط. اها يعني هلا باللي خبرني الاكزامبل اللي بعطيه انا مثلا ايه، انه ما فيك ما تستبعد انه هول مدراء البنوك فيهم يكونوا غشم ببساطه، اساسا لو ما غنوا غشم ما كانوا عملوا هيك. اكيد غشم. حدا بيعمل بحاله هيك؟ قطاع ورتينه من بيك وجدك انت، قطاع عمره 100 سنه دمرته بثلاث اربع سنين، لك اعطاك فايده رياض، اوكي فايده وهميه مش هيك، دندلك الجزره لشو اكلتها للجزره، كيف بدك تردها؟ ما انت اليوم انتبه، هي مهم كتير. اذا انت دينته لغازي وزني دولار، غازي وزني عنده تاكسينج اوثوريتي، يعني انا وهلا طاير بالطياره بكره مش هيك، حط عليك ضريبه، حط لي ضريبه 100 دولار، بقشط 100 دولار انا طالع، انا نازل بالطياره بقشط 100 دولار كاش غازي، لانه دوله ما عنده رياض هالشغله هيدي الكابابيلتي يعملها، يعني اعطيته دولار انت صرفه طار الى غير رجعه، اذا مش قادر يامن لك اياه مش قادر يامنه من ولا محل نيفر. سو انت عم تعمل، انت ممشي بونزي سكيم البت تبعك انت، انه بده يضل يجي مصاري اكثر من الفوائد فور ايفر. شو هالغباء هيدا؟ شويه اسئله سريعه تنختم. في عندي انا سؤال لغز ما عندي جواب عليه، اشمر وفيداليتي وكذا، ليش بعد ما حدا تشكى وقفنا ندفع لهم؟ كان متوقع انه سمعت نظريه ما كتير انا عاتني خالص بالاول، انه صارت هلا قصه كورونا صرنا نحن بيناتس خسيرهم. انا هيدي نظريتي، اي اجري وذ ات. ما هو اجى خسر، ما هو خسر واي مور ذان لازم يخسر. اوكي سو اليوم صرنا ريلي صرنا بيناتس. بعدين عندك مش هن هودي اللي بدهم يرفعوا لك الدعوه، مش هن الخطرين اشمر وفيدالتي، لانه اشمر وفيدالتي بحبوا لبنان، صاروا 10 سنين بلبنان. الفالتشر فاندز، الفالتشر ما بتعرف فيه. أيه. عرفت كيف؟ يعني في فاندات بعد ما اجوش اساميهم. طيب بس صايره انت على علمك سنه الدوله ما تعمل شيء، لا تفاوضهم مش صايره، بس بقى هو دائما ما يتشكوا لك ايه، بس بالحرب بدك تعملها at the time and place of your choosing. نحن انا رايي، انا هذا رايي، رايي الفولنربيليتي طبعاً وقت نبلش ندق بالذهب. عرفت كيف؟ سو وات دي وونت تو دو، ما هو كيف الايديا بدهم يعملوا بيرسينج اوف ذا اولتر ايجو بالليجل تيرمز، يعني بدهم يفرجوا، ما هو البنك المركزي عنده استقلاليه عن الدوله، بدهم يثبتوا هن انه البنك المركزي والدوله ذاتها. كيف يثبتوها؟ بدهم يترك انت لتتصرف لحتى انت توقع حالك تتصرف بالذهب تبعك. اكيد. سو اذا انت جيت اليوم، لنقول الحكومة صوتت للذهبيات انه ينبيعوا، واخذوا مصريات الذهبيات وصرفون على الكهرباء مثلا، لمين بيكونوا الذهبيات؟ للدولة. للدولة مش لرياض. صحيح. عرفت كيف؟ سو انا برايي هيدا هو مثلا possibly the time of them pouncing باللوسد. هيدا هي النظرية اللي معقول تفسر إيه؟ ليش بعد ما حدا تحرك منه مثلا، ما بعرف، بس انترستينج. لانه انت اليوم، انت اليوم عم بتقول الذهب لحاله، الذهب للبنك المركزي ريزيرفز ما له علاقه. طب اذا اجت الدوله صوتت تبيعه والدوله فرضت انه تنباع على رياض، لمين بيكونوا الذهبيات؟ للدوله. يعني ساعتها بيخلصوا من هالاشكاليه الليجل، بتصير واضحه القصه. Exactly. فين يحطوا ايدهم عليها؟ صح. او غير اشياء، يعني اليوم اصوات نحكي عن اصول الدوله مش هيك؟ اذا انت جيت قلت انه انا بدي طفي خسائر مصرف لبنان باصول الدوله اللي هي خطه الاي بي ال، ما هيدي عم توقع عم توقع بالفخ تبعهم للهولدرز، ناطرينك انت لتخبص. صحيح. لانه هو كلهم بدهم ياخذون على 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 قاضي بنيويورك يثبتون. عظيم. اذا بدنا نحكي عن مستقبل سعر الصرف، في كتير ناس اكيد هلا ناطره هالساعه ونص عم نحكي فيها بدها تعرف شو بدها تعمل مصرياتها. شو بتقول بشكل عام تراجكتوري عامي؟ بعرف قصة سعر الصرف فيها تتغير كل يوم حسب شو بيصير، بس تراجكتوري عامي عن شو توقعك لسعر الصرف وربطن فيها الناس شو بقى تعمل بالدولارات بالبنوك؟ ببيعوا شيكات بياخدوا 25% بحطوهم بالبيت ولا بيشتري عقار؟
ولا بيتركهم بالبنك. عقار نزل. عقار حكينا في انا وياك انترفيو زيته وبعدنا نفس الكلام اوعى العقار لانه العقار بتاكل كاف اول كاف تاكل تاني كاف. عقار بالنسبه لك رح يفقد بعد من الفاليو تبعه اكيد عقدة. لانه وقت يختفي الشروي بالدولار بده يصير كله كاش ما في كاش جيم اوفر. بس حتى فيك تفرق بين عقارات وعقارات. العقارات المبنيه يمكن تبقى عندها اهميه اكثر من عقارات غير المبنيه. كله بده ينزل حتى الشقق. ايه لو الناس ما فيها بس عندك كثير شقق اصلا مين بدي اقعد فيها. ما فيك انت الشقق شروه الشقه بتيجي من معاشك بلبنان معاشك بالخليج ثروتك المصمده والاجنبي اللي عم بيشتري كلهم هاو نزلوا سو ذيرفور ما في كاش انف انك تيجي تقدر انت تبيع بالمستقبل. بعدين طلع على البروجكت سبلاي. اذا انت اخذت اصحابك اللي بتعرفهم اليوم including yourself not long ago كم واحد بتعرفه بده يبيع كل املاكه بلبنان عقارات ويهاجر على كندا او امريكا او وات ايفر. كم واحد بتعرفه قاعد بكندا عم بقول بده يبيع كل شيء واجي اشتري هون. صح. سو اذا هذا الريشيو هو البروجكتد فيوتشر ديماند يعني بروجكشن العقارات هو نزول اذا مش العقارات. اكيد في ناس بتجي بتقول احسن شيء بركي اترك مصيرتي بالبنك اخرتها يمكن بعد 5 سنين بدهم يصيروا لبناني بس على سعر الصرف الحقيقي بيرجعوا بيسحبوا. ايه هلا اللي بيفكر هيك هو زيته اللي ناط الكهرباء تيجي ب90 على اساس انه بتتحسن مع الوقت القصه. عرفت كيف؟ اذا شغله مثل الزباله حتميه انه بده يمشي الحال. ايه مثل الزباله مثلا انه وقت ما لموا لك الزباله هلا العالم مفتكرين حله الزباله شو عارفوا عم بكبوها بالبحر. عرفت كيف؟ سو هيدا هو زيته التفكير. هذا ريسك عالي كثير الفاكت بالعكس. اذا اليوم صار له سنه ونص ما اعطاك مصرياتك وسكت هيطلع لك اكزامبل احلى من هيك. اذا انت بدك مني $1000 قلت لك برد لك اياهم بكره شيك. بعد سنة ما رديت لك إياهم بتوقع رح يردون قريبا بردوا بعد 5 بحياتك الطبيعية. ليه بفتكر البنك غير بس ما بتسأل حالة سؤال إنه آخرتها وين بدهم يروحوا؟ معقول يقولوا لي أنا مصرياتك طاروا مش ضروري يقول لك شيء ما بتسحبه بس بعد ما حدا عم بيقول لا بيعطيك الورقة كل شهر بيعطيك فايدة إيفن بيعطيك ورقة إنه عم يكتروا بس ما فيك تسحبهم. إيه بس سؤال قديش معقول تبقى هيك وقت يخلصوا مصرياته لرياض اوكي والذهبيات تو بي بريسايز بس لنقول الدولار يعني كان اخر شيء هو الذهبيات. ما بقى في شيء صار الفاليو تبع الدولار بالبنك هو الاوفيشال ريت ديفايدد باي ماركت ريت. يعني اذا الليره ب 15 بصير الدولار 1500 ديفايدد باي 15 10 سنت 10%. اذا الليره صارت 150 بصير 1 سنت. سو هلا اللاعب اللي عم يلعب كله بالبلد واحد يبيع عقار يسكر دين وكذا هو بهالفتره الفاصله قبل الوقعه توتال. صح. يعني افضل سيناريو ساعتها واحد يخسر 75% منهم يحطهم بالبيت دولارات الا حاجة. اذا انت مصدق انه في حدا باللابراتوار عم بيشتغل على عياده تكوين وديه او انه مثل النبيت بتتحسن مع الوقت سواء انت عندك في نبيت بالبنك وعم بتعطوا عم بتعطوا. اذا انت بتامن هالشيء اذا انت بتامن انه اليوم مثلا الرئيس الوزراء المكلف اوكي عم بيكلف لك وزاره عم بيراعى ستوكهولم واقف قدام المحل ما بيعطوا النوبل برايز ناطر كل واحد ليظهر انت بشو ربحت النوبل برايز؟ بتقول له انا ربحتها بالاقتصاد قرب بدي اعملك وزير اقتصاد لبنان. انت بشو ربحتها؟ ماليه. تعال بدي اعملك وزير ماليه. اذا انت متوقع اذا عم يعملوا هيك ليخ شكله هاي الحكومه ننطر القصه 100%. اما اذا عم بيالفوا نفس الوزاره لانه نفس الاشخاص عم بيالفوها بنفس الطريقه بنفس الديسيجن ميكينج بروسيس صح بتخوف. وانت ما بتحكي كتير بالسياسي بس انا بالنسبة لي وقت اسمع هالحكي بصير واحد يفكر شو بده يصير بالبلد لانه هيدا البلد وقت اخر شي بطل فيه قدرة واحد يشتري فيه دواء المعاش بطل له جنس القيمة. هون بصير الواقع السياسي بالبلد مهدد كتير لانه اخر شي في الناس بتروح بتاكل بعضها. انت عم تحكي انه بروح على بيته رياض سلامة وغير رياض سلامة. ايه بس انه انت بالنتيجة كمان صار ارخص له الزعيم بيحكمك اليوم بلقاح بيحكمك. يعني من زمان كان بدي وصفك انا مثلا $1000 بالشهر. شو يعني $1000 بالشهر؟ عم تحكي انت مئات الالفات الدولارات على عبر حياتك بلس التقاعد بلس ميديكال بلس بلس بلس. صح. اذا الناس بتضلها تقبل انه ينزل ستاندرد اليوم اذا انت معك $100,000 بالبنك وانا تلفنت لمدير بنك قلت له مرق له لجاد 5000 كاش او بعت له اياهم على فرنسا اي اون يو انت وعائلتك ارخص لي صارت مزبوط. والفقير $12 بعطيك انا $12 اللي بعطيك سبوتنيك $12 بدفعه انا بملكك. سو اتس ايزير يملكوا. سو ايه بتاكل بعضها. هلا حكينا نحن بالسيناريو تبعك انه في فلور اللي هو قديش عم بيبعتوا اللبناني ليهدي هذا من برا. هلا مش كل العالم عندهم اياهم هون. في ناس ما عندها حدا. سو في عندك هال 50 هال 100 هال 150 هودي الشقعه من العالم اللي الموست فانربل اللي ما جايين مساعده من برا. هيدا هو هون الخطر تبع السيناريو عم تحكي عنه اللي بياكلوا بعضه. راديكاليزيشن. بس ما تنسى انت اذا بتعد ميليشيات الحرب كلهم سوا اذا جماعتهم سوا كم واحد كانوا؟ ايه ما بيطلعوا 100,000 عم بيقاتل. سو هاو هن
هن هيدا هو الخطر اذا بدك الخطر يعني في سيناريو معين كتير عاطل اللي هو من هود ال 50 او 100 اللي ما جايين من هوديك. سو هون مش هيك نحن عم نطالب بالتوزيع العادل للخسائر بشبكه امان لحتى نحميهم للباقيين من هون يعني مشان مصلحتك انا عم بعمل لك هيدي. ما هو كان في نظريه كتير تقول انه قبل ما يوقع السيستم هول الزعماء بما انه هذا النظام فيضهم زعيم عشو على من هذا النظام وقت يحسوا رح يوقع رح يضطر يتصرف بطريقه معينه كرمال يصلح البلد ولا بيوقع هو صح في الخطر عليه. تاختم اخر سؤال بالنسبه لي انت بالاول التسعينيات صار في كراش ادى هذا الكراش انك تحمل حالك تفلم من البلد وبرمت بطريقه منيحه على الصعيد الفردي. اليوم في تاني انهيار صرت بغير محل بحياتك وبعمرك. شو الديسيجن اللي بتعمله؟ شو نظرتك للبنان الجاي انت كفرد تبقى بتفل كيف تتصرف معه؟ هي انا بعتبر اليوم ديبنز على عمرك. اليوم اذا عمره 61 مرة قبل عم نمرق فيه اليوم هذا شيء كتير عاطل يعني كل حياته اللي عمره تدمر بضربه واحدة مزبوط. بس اذا بتاخد كمان انت الاولاد يعني الشباب اذا لابد انك تمرق بكرايسس انت وكراش امتى بدك تمرق فيها؟ باول طلعتك او باخر طلعتك؟ صحيح. So in some ways الطريقه هيدي اللي كانوا عم بيتصرفوا فيها من قبل يعني تطبر واسطه تلاقي شغل ببنك تيلر هول الاشغال اللي ما فيها كتير فاليو اديشن ما فيها كتير سيربل يعني اليوم الشاب عم بيمرق بهذا الوضع الصعب بس in some ways بتقوي له شخصيته يعني بتخليه يكون جوعان مثل ما انا كنت جوعان بهذيك الايام لحتى وقتها يروح وذر يعمل فيرتشوال اميجريشن او ريل اميجريشن انه يروح يكسر الدنيا ويعمل منيح بالحياه لانه من قبل كانت تو ايزي يعني عم بيعطيك هالدعم هيدا اللي هو كان على المعاش تبعك خرب جنريشن طويل عليه. انا وقتها كنت بدبي بال2008 9 كان مش قلت لك انا كنت مسؤول ميدل ايست نورث افريكا وباكستان كل بنك اجنبي تاني كان لبناني. اذا بتروح اليوم في اثنين ثلاثه بعد ليه لانه كان بده ياخذ محلي كان عم بيطلع مصاري بالبونزي هون ايه اللي بده ياخذ محلي يعني يجي عبر السنين ما نقل على دبي او على الخليج ليه لانه كان عم بيطلع بالبونزي هون قد هناك ما اضطر يجي. بس شو الاكسبيرينس تبعه هون كله لو كواليتي صح سو راحت هالجنريشن هيدي تبع اللي كان بتاخذ محلي. انا بدي اشكرك كثير بزيد عليها شغله من موقعي انا انه يا ريت الجوع كمان بيصير الجوع للتغيير كمان بالسياسه تبع واحد يقول انه هون بيطلع منه شيء البلد لانه في الهجره صح هينه. ثانك يو فيري ماتش ميرسي لك جاد طولت عليك ثانكس